التحكيم يرفض فوز الأهلي وتسبب في تعادله مع بيراميدز بعد شوط ثاني قوي في الأداء من النادي الأهلي. كابتن شريف، الأهلي يستحق الفوز في الشوط الثاني، ولكن تعادل فرض بفعل فاعل. دائما بفعل فاعل، خسارة بصراحة. أداء زي ما عودنا نادي الأهلي في الشوط الثاني، كان من تغييرات، من إصرار اللاعبين على إحراز الفوز، ولكن تحس انك انت في التغييرات حتى يا اما متاخره يا في حاجه. النهارده كنت انت حاسس من الاول ان انت عندك ضغط احسن من كده، عندك شكل هجومي انت الفعاليه. بيراميدز ملوش اي شكل هجومي واي حاجه الا في اخطائك انت اللي بتدي بيراميدز الميز باص اللي هو بيعمل منه كونتر اتاك، ويملك رمضان، يملك بواليا، يملك تراوري، يملك كان جون انتوي. عبد الله السعيد مش موجود اصلا في المنظومه، يمكن الراجل بتاعهم دونجا هو اللي شايل نص الملعب الحقيقه بصراحه، يعني اذا كان دونجا من هنا او ايمن اشرف من عندنا، كل واحد عنده مسؤوليات كبيره قوي بينفذ على اعلى مستوى الحقيقه بكل الروح بكل الجديه. دول اللي ياخدوا عينك في الملعب من اساسه، انما انت عندك شكل اطراف، عندك عرضيات، انما احترنا بقى خلاص. محمد شريف موجود ما بيتحركش على القريبه ولا وبيستنى الكره لغايه ما كيلو وهو مكانه. طلع محمد شريف نازل بواليا بينزل بيروح على الجول، ما عندوش الثقه ان هو يسدد الكره على طول او يموه او يعمل اي حاجه، وبنهدر فرص بشكل ساذج انك انت تخسر مباراه زي دي. تغيير اللي عملناه في الاخر ديانج، اذا كنت عايز تحرر اي حد من نص ملعبك زي قفشه مثلا او زي حمدي فتحي وتسيب ديانج جوه محطه، تغيير متاخر قوي. واحنا يعني هنتكلم تغييرات كابتن شريف، بس حتى من الكلام اللي انت بتقوله كمان باين ان كان في سيطره في الشوط الثاني للنادي الاهلي، ولكن برضو انت لما تجيلك فرصه او فرصتين وتجيب منهم جول، وده حصل فعلا، ويتسبب اي مؤثر خارجي ان انت تفقد الثلاث نقاط، دي خساره. لا هو مش واضح بس في الغاء النقطتين. هو مش واضح بس في الغاء الهدف، بس انا عايز اكلمك على الغاء الهدف ده. ممكن يتلككوا قوي ان اي حد بيطلع مع الجول في منطقه السته بيحسبوها. لا يا كابتن مش دلوقتي، ثانيه واحده بيحسبوها احتكاك. الا في دي ثانيه واحده، الا في دي الا في دي دي الراجل حاطط الكره براسه، وقعت من ايد حارس مرمى، كملها في الجول بالظبط. الكره الثانيه البينالتي بتاعت محمد شريف، اللي هو مش عايز يرجع للفار ليه، والفار مش عايز يديها له ليه؟ صح. هو احنا هنفضل كده لغايه امتى يعني؟ فده الفعل فعل اللي انت كنت بتتكلم عنه. انما انت لعيبتك الحقيقه التنظيم، الشكل، الهجوم، الدخول جوه منطقه الجزاء، الاعتماد على الوان تو، الكلام ده جه متاخر، جه على اخر 20 دقيقه. الكلام ده لو بيحصل من اول المباراه، الكلام ده لو فكر اللعيبه صافي ومفيش الضغط على نفسياتهم وهم نفسهم مش حاسس ان هم كلهم بيلعبوا لعبهم، يعني احد اللاعبين بيقدر يعمل مهارات ويقدر زي ما قلت لك تقدر تخترق وتقدر تضرب خطوط في الفرق اللي قدامك وتعملوه بحاله فقد للتوازن. انما انت كل ميز باص بتاعك يروح لرمضان صبحي يحاول فيه ويعمل لك حاله من الضغط عليك ومن الهجوم عليك، ويقول لك اصل بيراميدز راح على الجون واهدر فرصه. ما هو انت السبب بفعل فعل انت، مش هم اللي عاملين منظومه جامده جدا. ده علي جبر في اخر 5 دقائق بيطلع كوره اوت من ده. مش قادر خلاص من كتر الضغط اللي عليه، وبقيت فرقه هم الشوط الثاني ما كانش ليهم وجود يا كابتن. ومن اول المباراه هم عايزين يطلعوا تعادل، واضح جدا، يعني ما فيش اي شكل لفرقه بيراميدز النهارده انها تتعادل على الاقل او انها تحاول انها تكسب. ومش الماتش بتاعك بس، اي ماتش الحقيقه بيلعبوه، اي حد بيضغط عليهم، اي حد بيخترق، اي حد عنده جرأه بيقدر يهدد فيهم ويحرز فيهم اهداف. وبرده الفار معاهم. الفار المره اللي فاتت الكوره جوه الجون وقال لك اصل الزوايا ومش الزوايا، ويطلع خبراء التحكيم يدوا الاعذار. طب النهارده انت هتديني اعذار في ايه؟ بينالتي الراجل واخد رجله وطلعها وعوره فيها، لا لازم يكسرها له عشان برضه مش هيديها لك. والكره اللي في الجون دي جوه الجون، كل الحاجات دي من حقك انك تاخدها. ده حق مشروع انك تاخدها. ما بقاش بلعب انا ومعايا 12 جوه الملعب، ما بلعبش 12 انا، واحد بصفاره منهم كمان. يعني انا بتكلم ليه؟ العمليه زادت بقى. احنا بقينا احنا كمان واحنا قاعدين في حاله استفزاز. بيراميدز كان بيلعب زياده الشوط الثاني يا راجل، ده اي حد بيلمس اي حد او ما لمسوش او وقع الثاني ده بيتكلموا مع الحكم اكنه صاحبهم. ايه يا كابتن؟ وانذار كابتن رمضان صبحي بيقول للراجل او ما دخل انذار يا كابتن، راح طلع الانذار سهل جدا ومديه للراجل. اذا كان يستحق او لا يستحق، في علاقه مشروعه او غير مشروعه بين عبد الله ورمضان والحكم، وبيضحك لهم ومبسوط وبيتكلموا مع بعض اكنهم يعني
بيقولوا عليها صن فصن يعني أيه. الحكايه مش في ظبط وربط وانما الارهاب والكروت والفاولات على لعيبه النادي الاهلي مستحقه. فالى عين الى عين انا هفضل تحت الضغط النفسي ده من الحكم من احباط الهجمات المرتده بالنسبه لي. انا رايح النهارده على الجول ابص ايه تيت فاول بيقيسها بيقيسها الكره دي خطر ولا مش خطر. لو مش خطر ولا اي حاجه او بيفوت يقول لك انا سبت لك واحده صح. تيجي كره في بطن لعيب يقول لك دي جت في ايد اللاعب والفار يطلع الراجل يطلع ما يعمل كوبري اللعيب عندنا يطلع براسه يطلع كره كورنر يقف لي دقيقتين ياخد فار قال يعني بينالتي علينا والراجل لو طلع ولا حاجه ده هو اللي بيحجز على اللعيب وهو طالع من فوق يلعب الكره بالباقي. فمشروع او غير مشروع انت برضو في كل المباريات انا عايز اقول لا لازم يخلص بقى الماتش من اول مباراه بالاعداد من اللاعبين اللي هو تقدر انت تخلص وبعدين تبقى تريح يا ايمن. يعني لازم برضو يبقى عندي شكل جديد في التعامل بين نص الملعب والفراوده. انا شايف ان الديفندر بتاعك ما شاء الله 10 على 10 اذا كان حتى من الاطراف اذا كان بيكهام النهارده اذا كانت الدنيا النهارده شغاله زي الفل. النهارده لازم يبقى عندك التاكتيك النهارده اللي اللعيبه بتبتكرها لوحدها. انا مش شايف ان ده في حاجات متفق عليها يعني انا مش شايف حتى ان في اشياء بنتفق عليها النهارده انا شايفها في الملعب غير ان اللعيب هو اللي بيبتكر. اللعيب هو اللي عنده الفرديات انه يحور جاي. وجات لك كذا فرصه بصراحه لكهربا اللي بيلعب الكره لبوالي وهو اوف سايد وعلى يمينه طاهر محمد طاهر يقدر يديها له يخش يجيب جول او يرجع حاله تاني ويجيب جول. عندنا كم من الفرص النهارده احنا كان عندنا مش حاله تركيز فيها والضغط النفسي اللي هو كان على اللعيبه برده ماتش مهم ولاعيبه بيراميدز مش قليله. انما الحمد لله على كل شيء احنا عملنا مباراه تاهلنا ان احنا في كل مباراه نتعلم السلبيات والايجابيات اللي بتبقى موجوده. كابتن علاء كنا الاقرب للفوز بالثلاث نقاط وخصوصا الشوط الثاني اللي احنا كنا فيه الافضل. في يعني اخر 20 دقيقه كنت انت الافضل لعده اسباب. ايمن انت بدنيا كنت كويس جدا. التغييرات اللي عملها مستر موسيماني لحد كبير حررت شويه الجزء الهجومي اللي عندك. انت كنت محتاج من بدري التغييرات دي. انت محتاج حد يتحرك في الجزء الهجومي كويس قوي يعمل لك المساحات اللي انت ما كنتش بتلاقيها. شريف بيتكلم دلوقتي على كره بواليا. كره بواليا عملها بالعرض وشريف طلعها. مين ناحيه اليمين عامل الكره ارضيه؟ محمد مجدي. لان هو ادى حريه تحركه في الاخر او لعيبه الاهلي حست ان هو ما ينفعش نتعادل فبدا المجهود ضعف شويه بدات شويه هدوء. الاخطاء اللي كانت بتعمل عليك مشاكل هي اخطاء منك انت. وانا كنا بنتكلم بدايه الاستوديو ايمن قلت لك حاجه واحده بس انك كميه التمريرات المقطوعه هي اللي هتعمل لك مشاكل وده اللي عمل عليك مشاكل كتير جدا حتى لو فرص لا تذكر لبيراميدز. ان بيراميدز من الاخر خد هو عايز مباراه هو مش طمعان في اكتر من كده. هو طمعان عايز تعادل مش عايز يخسر النهارده وهو وصل اللي هو عايزه مركزين كويس هم قافلين مفاتيح لعبك وده هيحصل يا ايمن. هو مفيش فريق في العالم هيلعبك وعارف مفاتيح لعبك كويس او عارف بتلعب ازاي وكل حاجه بس انت شغلك انت اللي في الملعب تحركاتك انت في الملعب. هو احنا ايه الفرق بين اخر 20 دقيقه والمباراه كلها؟ تحركات اللعيبه بس صح. علي اتحرر شويه. احمد رمضان عجبني في تغطيتين ممكن كانوا خسروا منك المباراه النهارده مع رمضان. عامل تغطيتين النهارده امتياز احمد رمضان لانه كنت بتكلم مع عادل عنده سرعه كويسه ما شاء الله بنيانه قوي قدر النهارده في كوره اللي هي اتبصت غلط ورمضان كان رايح من نص الملعب لحق وقطع هايل طبعا مزبوط. ده يحسب له هو النهارده. لكن انت اللي عملته في اخر 20 دقيقه كنت لازم تعملهم بدري كنت لازم تعملهم ده الشوط الثاني. يعني انت ضيعت 45 دقيقه الشوط الاول ماشي في ضغط شويه ومباراه مشدوده بدون داعي على فكره. دي مباراه في بدايه دوري عام بثلاث نقاط. الشده العصبيه اللي داخل فيها المباراه النهارده برده شيء مش مبرر. لو انا هتكلم على بيراميدز هم مش عايزين اكتر من كده لكن انا بتكلم على لعيبه الاهلي. احنا ليه تشدينا الشده دي؟ مباراه عاديه جدا. انت الاحسن في كل حاجه على في كل خطوط انت احسن جماعيا انت احسن فرديا انت احسن ثقتك في لعيبتك ثقتك في نفسك اعلى بكتير. انت بص يا ايمن ضيعت شوط ان انت لعيبه بيراميدز جروك لحالتهم هم مش حالتك انت ودي مش لعيبه النادي الاهلي. لعيبه النادي الاهلي بينزل بيفرض اسلوبه وحالته هو في الملعب وتحركاته والشكل الهجومي بتاعه امتلاكه للكوره اللي تؤخذ على لعيبه كتير قوي النهارده تمرير مقطوع كتير قوي غير مبرر. تبرير الوحيد ان انت مستعجل عايز هدف وعشان كده اخطات كتير قوي. لكن في الاخر حسيت لا ما ينفعش فبدأنا انت احسن ضغطت على لعيبه بيراميدز. بيراميدز كانت بتعمل حاجه في اخر ثلث ساعه غير هي بتطلع الكوره بس طويله لرمضان. بصراحه المدير الفني بتاعهم هايل
لان هو عمل حاجه حلوه قوي النهارده، راح مودي رمضان ناحيه اليمين. ده تفكير ممتاز ان هو خلص على بيراميدز رسمي، فده طبعا تفكير هايل منه ان هو حتى اللي ممكن يعمل لك التمرير الخطر خلاه على الجنب عند علي معلول، وهو استحال عبد الله بمخزون البدني هيبقى يجاري علي معلول، لكن هو ضيع الحته الهجوميه بتاعته. مزبوط. عشان كده يمكن كابتن شريف كده بيقول بيراميدز الشوط الثاني ماليش اي حاجه هجوميه الا اخطائك انت نسباس بتاع بس اخطائك انت بس، انت اللي يعني تحاسب عليها، لكن اتلحقت بسرعه بقول لك. ويمكن احمد رمضان عمل تغطيه، التغييرات عملها مستر موسيماني انا شايف ان هي كويسه، ولو كانت بدري احسن اكتر من كده كانت ممكن تبقى فعاله اكتر. ان انت زي ما بقول لك ايمن، ممكن محمد شريف ما كانش موفق النهارده، مش عيب، ويلعب بواليا. كهربا لما ينزل مش عيب ان حسين وحش ويبقى طاهر موجود. انت عندك الاوراق وعندك الحلول، لكن صح. النهارده من وجهه نظري لو التغييرات كانت يعني بدري شويه كان الموضوع اتحل بسرعه. لكن موضوع التحكيم وكده كابتن نصر هيتكلم معانا وتتكلم فيها انت وشريف وايمن، لكن انا دايما بتكلم في شكلك انت الفني في الملعب. انا شايف النهارده ان انت بيراميدز خدك لحته مباراه عصبيه وفيها شد وجذب، بان شايف الشوط الاول انما شايف ما فيش شد ولا جذب، بالعكس الروح الرياضيه كويسه جدا بين اللعيبه، حتى اللي هي الاحتكاكات احتكاكات ملعب عاديه جدا مفيش مشكله خلاص. لكن ضيعت 45 دقيقه، وبعدين انت بتتكلم كايمن في حاجه المباراه من غير جماهير، فتخيل المباراه دي لو فيها جماهير كان ايه اللي حصل؟ لما انت كده من غير مفيش ضغط جماهيري كمان، وكنت مشدود الشده دي وقلقان وحاسس النهارده مباراه نهائيه، مع ان المباراه ما لهاش اي لازمه خالص، هي مباراه في الدوري بثلاث نقاط. لكن هي اديك بتتعلم على فكره، بتتعلم هي، بس المشكله النهارده اصابه محمد هاني دي اسوء حاجه في المباراه النهارده. بتمنى ان شاء الله تبقى خفيفه يا رب، ان شاء الله بيلحق بطوله الانديه. لكن في الاخر هترجع ما تحسبها بقى يا ايمن، خسرت البطولتين طبعا في سباق الدوري طبعًا. وده مش دي مش عادتك، لكن لو هو انت هتقيسها بسير مباراه، لا انك طبيعي تكسب اكيد النهارده طبعا. كابتن اسامه، النادي الاهلي كان افضل وكان الاكثر اصرارا على الفوز، وده كان باين الشوط الثاني في الوقت اللي شفنا فيه تقريبا بيراميدز بيسعى للتعادل وقانع بيه جدا. مظبوط، احنا قلنا الشوط الاولاني كان فيه تحفظ شويه من الفرقتين. والفرص كانت قليله، مبرر ومنطقي انه فرقتين كبار بيلعبوا بعض، الاثنين حريصين ان هم ما يخسروش، ده منطقي. زي ما قلت لك النادي الاهلي بيلعب على دوري، ما بيلعبش على انه بس يكسب بيراميدز او يكسب الزمالك او كده. فالشوط الثاني توقعنا ان نزول البدلاء مع الجهد البدني الافضل لصالح النادي الاهلي ممكن يعمل الانفتاحة في الملعب. بيراميدز وقع الراجل في حاجة غريبة جدا، يمكن علاء نوع عليها، انه كان بيلعب عبد الله ناحية علي معلول على اساس يبعد عن المنطقة اللي في قلب انه ممكن يكون مراقب فيها، بس ده لبعض الوقت مش لوقت طويل. فعلي معلول الشوط الثاني استغل دي وانطلاقاته ابتدت تزيد كتير جدا، وخاصة السرعة بتاعت النادي الأهلي، سرعة الأداء بقت عالية وبقت فيه حيوية أكتر لما نزل بواليا وكهربا. يعني من الدقيقة 67 اللي حصل فيها التغييرين مع بعض، بعديها كده بثلاث دقايق العشرين دقيقة الأخيرة كان واضح النادي الأهلي قريب قوي إنه يكسب اللقاء. وزي ما أنت قلت بيراميدز كان مكتفي على واحدة لرمضان، واحدة ممكن لو إيريك تراوري جه من تحت، يعني على استحياء جت ما جاتش يبقى هم مأمنين تعادل خير وبركه بالنسبه لهم، يعني تعادل هيبقى كويس بالنسبه لهم. النادي الاهلي يعني انا شايف انه الثلث ساعه الاخيره أداها بشكل كويس جدا، او ال 25 دقيقه خطوره، انطلاقات من الاطراف من علي معلول، يمكن ناحيه بيكهام كانت مركزه شويه في النواحي الدفاعيه، وده معذور فيها لانه برضو رمضان لما بيجي هنا او لما كان بيلعب إيريك تراوري احيانا او بيروحوا فيها عدد، طريق طه كان عامل شغل كويس، بس هو كان لازم في الحته دي يا كابتن. ما انا بقول لك دفاعيا عمل كورته عليت او يعني وقف قضى على الخطوره من الناحيه دي، ايوه وقف على رجله في الناحيه دي في اكتر من موقف، هو وايمن اشرف اللي انا بعتبره من نجوم المباراه النهارده او نجم الماتش. ف
الانطلاقات زادت، قلت لك في الثلث ساعه الاخيره بنزول كهربا وبواليا، بس في صربعه في انهاء الهجمه. يا اما التمريره قبل الاخيره متقدمه شويه، يا اما القرار بتاع ان واحد يصوب او يمرر زي ما حصلت مع كهربا اللي جات له وبواليا 100% اوفسايد، كان لازم يشوط عملها له اوفسايد. يعني سرعه الاداء اكتر. وطبعا الكره يا اسامه ايه تبرره بايه التصرف ده بتاع كهربا؟ كهربا تردد، خوف مثلا، بس كهربا ما بيخافش. لا ماشي، انا بقول لك تبررها بايه؟ تردد ممكن، بس هو قرارين، بس هو ما بيخافش كهربا، ما عندوش يعني، عارف لو واحد غير كهربا اقول لك خاف، لكن كهربا عنده اكتر من تفكير، غلط يعني، جريء يعني. قال يا اسامه ايه؟ قلق ممكن هو حتى نزول ايمن. هو بص يا ايمن، بتيجي عليك فتره كده، معلش يا اسامه، لا بتيجي عليك فتره وكلنا جربنا فيها، ان انت بتبقى قلقان، انت اللي تضيع، فبتلعب حاجه مش متوقعه. يعني كهربا لو شاف الكوره دي اكيد هقول لك انا ازاي ما عملتهاش لطاهر، او اللي نزل ما شطش، لان هو في واحده اول ما نزل خدها بيمينه وشاطر الشمال عليت. فهو مع مرور الوقت يا اسامه انت قراراتك بقى قلقان، اللي هو انا مش عايز اغلط، انا عايز العب الحاجه المضمونه قوي، جدا اللي هو فكر ان بواليا اضمن او في مكان احسن. طبعا بواليا كان اوفسايد اكيد طبعا. صحيح. يبقى ممكن التبرير ده يبقى منطقي، انه قلق انه الكره تضيع منه ويبقاش مسؤوليته هو. واكتر بقى من كوره برضو، يعني بصراحه النهارده شريف اكرامي عمل مباراه جيده، يعني كان من اسباب محافظه على الـ 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 الشباك بتاعته نظيفه في كور عرضيه او كور اتسدت من حسين الشحات او كده، يعني كان هو والتحكيم ماشي. التحكيم طبعا ما دي هنتكلم فيها مع الكابتن ناصر عباس، اللي هي كره ضربه الجزاء بين احمد سامي وشريف والهدف بس طبعا هنتكلم مع الكابتن ناصر فيها. لكن بقول ان شريف كان النهارده يعني واقف على رجله، يعني في ماتشات شفناه له قبل كده كان يمكن في هزه، النهارده الى حد كبير ادى مباراه جيده. بالنسبه للتغييرات انا شايف برضو هنتكلم عليها كابتن ماشي، بس هي بس انا شايف انه اتاخرنا شويه توقيتات في لا يعني بواليا وكهربا ماشي، لكن ديانج وطاهر، ديانج نازل في الدقيقه 85، كان ممكن ينزل صلاح محسن، كان ممكن ينزل مروان محسن، خاصه ان احنا كان شكلنا قريب قوي للتهديف. هنتكلم فيها ان شاء الله. كابتن عادل، افضليه للنادي الاهلي وخصوصا اخر نص ساعه في الشوط الثاني، وتعادل غير مستحق بصراحه. زائد كمان في حاجه، هو السؤال احنا عندنا ليه الفار بيبقى اخرس في الحالات التحكيميه بتاعتنا بتاعت النادي الاهلي، وشفنا كوره لايمن اشرف طلعها عادي من قدام ايريك تراوري، الفار قعد دقيقتين ولا دقيقه وشويه، كابتن جاد جريشه بيتكلم مع الفار، لا وعدوه 4 مرات ولا 5 مرات بتتعدي اخراجيا 5 مرات. طيب هو اخرس ليه الفار في الحالات بتاعتنا؟ بص بقى، خلينا نتكلم باستفاضه في حته التحكيم دي عشان انا قتلتها بحث كتير. رقم واحد، الحكام عندنا اول حاجه بيجيب لك انت لاعب حوالي 8 ماتشات في الدوري او 9 مباريات، لا ما جاي لك بس 3 حكام دوليين بيجربوا فيك. ليه بيجربوا فيك؟ علشان لما الحكم يخطا يقول لك اهو صغير لسه بادئ معلش. لكن الحكام الكبار زي جهاد جريش النهارده، انا من عادتي ما بحبش اتكلم على التحكيم، بس الى متى انك ما تتكلمش على التحكيم؟ هقول لك حاجه مهمه قوي. النهارده البنالتي اللي بتاع النادي الاهلي، انت بتتكلم في تيم صرف ملايين الملايين اللي هو بيراميدز، بمعنى انه فريق قوي دايما. السنتين اللي فاتت او السنه اللي فاتت كان في صراع ما بين الانديه، يمكن بيراميدز كان طرف ثالث في الكوره يعني في الترتيب، ففرقه كبيره. لكن جون وبنالتي يلغيه حكم وما بيرجعش للفار، في هنا كلام. دي واحد. اتنين، لحظه واحده في دي، في النقطه دي بس. في بعض الحالات التحكيميه، بعض الحالات التحكيميه الفار بيكلمه من بره، عارف القانون اللي هي الحاجات المكانيه اللي انت في المكان، الخطوط، الاوفسايد، هم اللي بيكلموا الحكم. البنالتي بيقول له تعالى شوف، او الحكم او الفار يدي على طول
على حسب التفاهم. لكن اللي انا بقوله لك واللي انا متاكد منه تماما وانا زي ما انا شايف الكباتن كده قاعدين قصادي، ان الحكام اول حاجه مع النادي الاهلي بيقول لك اخليني احوط اللي هو الايه، ما اديش للاهلي يعني الكره لو في شك بنالتي ومش بنالتي ما يديهاش بنالتي، لو للنادي الاهلي لو في شك ان الكره بنالتي او مش بنالتي على النادي الاهلي يديها ضد النادي الاهلي. ليه؟ لانهم دي فكرتهم. ماشي. الحكام دائما يا كابتن، انا عاوز اكمل النقطه دي، الحكام دائما عندهم فلسفه انك القوي حكم حتى اظلمه علشان تبقى عشان تتصيد تتكلموا عليك كتير قوي. لحظه، ده حكم الجدل. طب الحكم اللي على الفار اكتر ازاي؟ بص يا كابتن، خليني من الاخر اقولها لك، واللي انا بقوله لك ده على مسؤوليتي انا. انا اتمنى ان الدور الاولاني في الدوري العام، وده على مسؤوليتي، ان النادي الاهلي يكون متصدر. لان النادي الاهلي لو مش متصدر الدور الاولاني ممكن الدوري يتلغي وياخدوا اللي متصدر. انا بقولها لك وعلى بص على مسؤوليتي. لا لا، انا دي على مسؤوليتي، انا بقولها لك ليه، انا فاهمها. انت شايف مدى، انت ما بيتحكملكش اي حاجه بتبقى ضدك عاده. انت بتلعب النهارده فريق قوي المفترض بنالتي وجون. ايوه، ما رجعتش للفار. انت راجل ما رجعتش للفار، ما رجعكش للفار، انت المفروض ترجع للفار فيها. ازاي انت ما تخليش الفار، وبالاخص ان كره ايمن اشرف كره سهله جدا، الفار عمل ايه؟ خمس مرات يعيدها الفار. فاللي انا عايز اقوله، انا بتمنى، انا بقول لك الكلام ده وانا بعنيه تماما، انا اتمنى التحكيم يبقى عندهم الحته بتاعت العداله في انه يدي لاي فرقه. مش عاوز يدي للاهلي، يدي ضد الاهلي، لما يكون في فاول على الاهلي يدي، لما يكون في بنالتي على الاهلي يدي. النهارده الفار رجع كم مره؟ كم مره الفار عرض الكور؟ ما عرضش الكور اللي على النادي الاهلي، ما عرضش كوره للنادي الاهلي، يعني البنالتي ازاي الفار ما يحكمش فيه؟ لان دي حاجه مختصه بالفار. واحد عادي عرضوه مره الجون. لا انا ماليش دعوه مره كده يعني. انا ليا دعوه بالفار، الفار جايبينه لك يساعدك زي الزمان لما بيساعد الحكم. لكن صدقني اللي انا بقوله دي حقيقه، ان الحكم اول فكره في دماغه ان ما يديش للنادي الاهلي، انه اول فكره انه يبقى حويط. يقول لك ما هو النادي الاهلي لو ظلمته الناس هتقعد تتكلم عليا، ما انا هتشهر اكتر. لا يا كابتن عادل، كلامك يعني ان ده في تعمد. انا تعمد ان الحكام بيتعمدوا يظلموا النادي الاهلي؟ لا، هو انا اسالك سؤال يا كابتن، البنالتي بتاع النهارده ده مش فيه اتنين، واحد حكم بيحكم وبعدين فار بيتاخد ودي لقطه قدام عينك؟ صحيح. يعني هو احنا كففه؟ ما كلنا شايفين. هو احنا مش شايفين الكره؟ احنا شايفين ان الكره بنالتي 100%، في ضربه قبليها رجعوا ما رجعوش، او رجع للفار قال له العب اهي تعال نشوف تعال نشوف اهي. يعني انت إيه جهاد جريشه؟ بص جهاد جريشه حقيقه ممكن ما يحسبهاش، عارف مين اللي يحسبها؟ الله يزمان اللي الناحيه الثانيه. لا خلاص، حتى ما يحسبهاش. غلط، فين دور الفار؟ انا بقول لك بقى، انا دلوقتي الفار اهو لما يجي يحكم دي، تقدر تقول لي دي الحكم متعمد ولا مش متعمد؟ اوصفها لي انت، يعني مشيها يا سمير، مشي كمان. لا هي ثابته او ثابته خلاص، يعني احنا خلصناها. بس اللي انا عايز اقول لك، احنا شفناها ولو جبتها هتلاقيها كده، ولو شفتها واتعادت هتلاقيها. لما رجع للفار، الفار بقى قاعد وبيشرب شاي لا الفار اخرس. لا اهو قاعد وبيشرب شاي ومرتاح، مش جهاد جريشه اللي جاري غلط اولا، انت فاهمني؟ فلما يجي الفار يحكم فيها، يحكم ايه؟ هو ما شافهاش ان في ضربه في الاول صبر. ليه بقى ما حسبهاش؟ قول لي، ما هو انا يعني حته التعمد ولا مش تعمد؟ ليه الفار ما حسبش البنالتي؟ عارف ليه؟ لانه للنادي الاهلي. يقول لك بيخافوا من الحق، من الحق حتى، خلي بالك. يعني هم يقول لك ايه؟ ما خلاص بقى، يعني ما انا لو اديتها للنادي الاهلي هيقول لك بيدوا ما ايه ما انت شايفها. لا ما يديها، عارف ليه؟ يقول لك ايه؟ لا ده الحكام عندهم جراء، شوف الحكم جريء ازاي. أي. شفت الحكم قوي ازاي؟ ده حتى الاهلي ليه بنالتي، بص قوته ما حسبش البنالتي. طيب عموما يا كابتن عادل، هنروح يا رب، بس زي ما قلت لك يا كابتن ننهي الدور الاولاني على القمه ان شاء الله، وانا بعنيها الكلمه دي باذن الله ان شاء الله. هنروح لزميلنا كريم احمد ملعب براه،
وحديث مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره بالنادي الاهلي، وبعد كده هنطلع لفاصل ونستقبل مبكرا الكابتن ناصر عباس للحديث عن الحالات التحكيميه. كل التحية لك من جديد كابتن ايمن شوقي، برحب بيك طبعا في البدايه وبرحب بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. اكيد هارد لك للنادي الاهلي. النادي الاهلي عنده هدف واحد 3 نقاط، لكن ظروف المباراه كالعاده هنتكلم فيها مع الكابتن سعد عبد الحفيظ مدير الكره. بقول لك اكيد يا كابتن سيد هارد لك، عندنا هدف واحد هو ال3 نقاط، لكن الظروف بيبقى لها تاثير. بعض الكرات وبعض الاهداف وبعض الكرات اللي احنا بنشوفها اثناء المباراه بعد المباراه بيبقى لها تاثير، بعيدا عن الفنيات وبعيدا عن الترتيب وبعيدا عن كل حاجه. بتشوف الامر ده ازاي؟ كورتين عايزين نتكلم عنهم في البدايه كابتن سيد، كره محمد شريف والكره اللي وقعت من شريف اكرامي ولم تحتسب هدف. طبعا الحمد لله على كل شيء، يعني مباراه طبعا قويه مع فرقه اكيد عندها عناصر كويسه وعندها عناصر جيده جدا يعني، لكن مباراه احنا عارفين كويس قوي انها مباراه يعني تقيله وفي منتهى القوه، هيبقى فيها نديه عاليه يعني. تعرضنا لإصابة محمد هاني في البداية، لكن مع مرور الوقت يعني حتى في آخر التلت ساعة الأخيرة يعني كنا إحنا أفضل وإحنا الأحسن، وعندنا فرصتين لبواليا وهدف أنا أشوف إنه هدف صحيح يعني، بغض النظر عن أي حاجة. أنا قلت للكابتن جهاد جريشة، قلت له أنا هزعل منك جدا جدا لو أنا لقيت الهدف ده صحيح، قلت له كده. أنا مش هزعل من كابتن طارق مجدي يعني، لكن هزعل من كابتن جهاد جريشة الصراحة. شفتها ما اعرفش تقديري ليها ان هي عاديه جدا يعني، احنا بنلعب كوره فيها العنصر القوه والالتحامات المطلوبه والمقبوله والمعقوله جدا يعني، في مش عايز اقول بقى بنتفرج على الدوري كذا والدوري كذا والدوري كذا، حتى لو بنلعب في الشارع يعني في احتكاك بيبقى مطلوب جدا ومقبول جدا ومعقول جدا، لكن انا اشوف ان هدف صحيح 100%. انا بقول لكابتن جهاد انا زعلان منك مرتين دلوقتي يعني، حتى بقى لما شفت كره محمد شريف طبعا بنالتي لا مش فيها، ده هي بنالتي 100%، ما حدش يقول مين اللي لعب الكوره، خلي بالك بس يعني. انا عايز بطلب من كل الناس اللي بتتفرج على اللعبه ما تشوفش مين اللي وصل للكره الاول خالص في كره محمد شريف، ما تشوفش مين اللي وصل، في مش احتكاك، في ضرب في انكل الرجل قبل ما الاثنين اصلا يوصلوا للكوره يعني. ما تقولش محمد شريف انت طب تعالى نشوف كده مين اللي لمسها الاول، لا سيبك ما حدش يروح كده عشان ما نروحش لحته ثانيه، احنا عايزين نشوف في ضرب قبل ما الاثنين يوصلوا للكوره، بغض النظر محمد شريف هو محمد شريف اللي لمسها بس بغض النظر يعني، لكن هل كان في ضرب في انكل محمد شريف انكل رجل محمد شريف قبل ما يروح للكوره اصلا، قبل ما الاثنين يوصلوا للكوره ولا لا؟ لو في ضرب ده طبعا بينالتي 100%. الغريب جدا ان الواحد حتى هو بيتفرج عليها ما بتاخدش معاها 10 ثواني والله يعني، ما بتاخدش، بتبقى العمليه باينه جدا. على العموم ماتش قوي جدا، ماتش يعني بالتاكيد في يعني في العشر اسابيع الاولى من الدوري، لكن في قرارات وفي يعني بعض التفاصيل كده بتدي لك افضليه وبتدي لك ترتيب يعني وحاجه كويسه يعني، مش لازم حد يفخد له يعني عشان يعني نقول دي ضرب الجزاء يعني يعني ممكن يبقى في ضرب من تحت يعني كده ما بيتكلم على طول في الامور دي، الناس بتاخد الامور بناحيتها، لكن كابتن سيد بيتكلم في واقع وفي حقيقه وفي حاجات ملموسه، حاجات ملموسه. انا تعبت جدا يعني انا مش هتكلم في امور برضو يعني كتير قوي يقول لك مش من اختصاصك ولا حاجه. طيب يا عم احنا في نروح الاهلي الاختصاص يعني مباراه بحجم الاهلي وبيراميدز يعني تخلص ايه؟ ما هي هتخلص كده، هتخلص بجول يعني، هتبقى 5-0 6-0 7-0 يعني صعب جدا يعني. هي الماتشات الكبيره كده ولا اسمها كبيره ليه يعني؟ الماتشات الكبيره يعني هي كره الجول الواحد او كره الغلطه الواحده او كره الاستغلال الواحده، هو ده. فلما يجي لك اثنين في ماتش واحد يعني لكن الحمد لله على كل شيء يعني، مش ان خلاص يعني عندنا مهمه كبيره جدا في الفتره اللي جايه. بكره ان شاء الله الرحمن هيبقى عندنا بي سي ار على للسفر باذن الله، وبعد نتيجته هنخش معسكر وهنطلع من المعسكر على السفر باذن الله كاس العالم للانديه ان شاء الله. خلاص يعني زي ما احنا متعودين يا كابتن سيد الصفحه اتقفلت، لكن عايزك تنقل لك يا كابتن سيد احنا رايحين كاس عالم، الرغبه ايه والدوافع ايه واللعيبه حاطه في دماغها ايه؟ تمثيلنا المشرف ده مهم جدا، لكن احنا عندنا اصرار وجمهور النادي الاهلي عنده حلم ان احنا يبقى لينا الافضليه، الرغبه ازاي مع اللعيبه والدوافع ازاي؟ عايزك تنقل لك الكلام ده يا كابتن سيد. يعني تريح بطوله ما اعتقدش ان انت هتقعد تتكلم فيها كتير يعني، في حاجات كتير قوي او في يعني من الحكم اللي عجباني جدا ان انت لو هتركز شويه يعني في 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 معلومات عايز توصلها، فبتختار وقت صغير قوي دقيقتين ثلاثه بتلم فيها القصه كلها، لان الحدث فرض نفسه يعني. ف
يعني. لكن لو هتسترسل بقى ممكن تقعد نص ساعة 35 دقيقة اللي هتنساها هتفتكره بعد كده. ما اعتقدش ان حدث زي ده محتاج ان احنا نتكلم فيه كتير يعني. هو فارض نفسه يعني. فكل اللعيبة عندها التفكير ده والإيجابي ده. بالعكس كمان يعني احنا كنا دايما بنتكلم معهم ان احنا مش عايزين نفرط في التفكير في خطوة لسه قدامها شوية عشان عندنا مباراة الدوري. قفلنا صفحة الدوري وهنخش الاستعداد والسفر بإذن الله. الترتيب الأخير للسفر يمكن خلاص حضرتك قلت فيه بي سي آر بكرة مسحة، هل في ريكفري بكرة بالنسبة للعيبة، ميعاد السفر إمتى، الفترة اللي جاية شايفها إزاي، والأيام القليلة اللي جاية دي قول لنا عليها. عندنا زي ما قلت لك يعني تمرين الساعة 11 وبعد كده عندنا بي سي آر وبعد كده هنستنى نتيجته، وعلى أثر نتيجته إن شاء الله الرحمن هنخش معسكر هنستمر فيه لحد السفر يبقى يوم الجمعة بإذن الله. الطياره هتبقى الساعه 4 باذن الله بتوقيت كده. نقول فقدنا محمد هاني ولا لسه الامر بالنسبه لكم؟ والله هنشوف دلوقتي هنعمل خلفيه يعني، وان كانت الامور بتقول يعني مش عاليه ومش قويه يعني ان شاء الله الرحمن باذن الله تبقى بسيطه يعني. لكن هي دي الكوره يعني، هو ده اللي انت بتتوقعه في اي لحظه يعني. عشان كده برجع اقول يعني مش بتلوم على حد ولا بتضغط على حد ولا ولا الاتحاد الدولي ده يعني بكل اللي فيه والناس العباقره اللي فيه مش هيستعين بحاجه مثلا ان انت لو في الدوري لو الكره تخطط المرمى تتحسب يعني. انت عايز توصل للفرقه اللي بتتعب والفرقه اللي بتجتهد وما يضيعش حقها في لحظه يعني، وبتجيب تقنية الفار عشان برضو تاخد حقك يعني. والناس اللي لعبت كوره عارفه كويس قوي ان التفاصيل الصغيره ديت. انا لما اكون كسبان 1-0 وبلعب مباراه كبيره امكانيه الجون الثاني بتبقى اسهل من الجون الاول بكتير، لان خلاص انت بتلعب فرقه كبيره فالمساحات هتتوجد على طول، الفرص هتتخلق بشكل اكتر واحسن، فامكانيه ان انت تجيب الجون الثاني بقت اسهل بكتير من الجون الاول. فالاصل ما توقفش على الاوت يا كابتن سيد، ما توقفش على الكورنر يا كابتن سيد. طب يا عم انا بقف على جول وبقف على بينالتي، هقف على ايه اكتر من كده؟ مش عارف يعني زي ما قلت لك. لكن الحمد لله على كل شيء يعني، الواحد واخد الموضوع بالراحه خالص من غير اي عصبيه، لان يعني انت بتعتاد بقى، عارف لما تكون معتاد على حاجه يعني. الاسبوع اللي فات بنتكلم على نفس النظام والنهارده بنتكلم على نفس النظام. بس ارجع اقول بطلب من كابتن ناصر عباس ومن الناس اللي موجوده كلهم يعني، او الناس المحللين التحكيمين كلهم تمام، محدش في كره محمد شريف يقول لي مين اللي لعبها. تمام محمد شريف اللي لعبها، بس محدش يقول مين اللي لعبها. انا عايزك بس ايه تصبر ثانيه واحده بس وتوقف صوره كده بالفيديو، مش صوره نفسها يعني، بالفيديو في ضرب في انكر رجل محمد شريف ولا لا؟ لو في ضرب في رجل محمد شريف اعتقد يعني انها مش محتاجه ان احنا نقعد حتى دقيقتين، انت شفتها في 10 ثواني بس. شكرا ان شاء الله. شكرا جزيلا، كل الشكر والتقدير طبعا للكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره الرياضيه للنادي الاهلي. بنوهارد لك اكيد يا كابتن ايمن، بالنسبه لي هذه المباراه كان عندنا امل كبير وكان عندنا فرصه كبيره ان احنا ان شاء الله باذن الله نحقق هذه النتيجه، لكن ان شاء الله القادم افضل لفريق النادي الاهلي. يمكن كان معايا كمان في هذه اللحظات اكيد كابتن سامي قمصان مدرب فريق النادي الاهلي. كابتن سامي انا برحب بيك طبعا في البدايه، هارد لك طبعا النهارده بالنسبه للمباراه، لكن كالعاده حضرنا كويس وقدرنا فرص وامور بسيطه جدا، ولسه كان الكابتن سيد عبد الحفيظ بيتكلم عليها، حاجات بسيطه بتفرق مع لعيبه النادي الاهلي جدا وبتفرق في المباراه، لكن قدر الله ما شاء فعل. بنشوف الجيم ازاي يحطنا في الاجواء يا كابتن سيد. زي ما انت قلت خسرنا نقطتين مهمين جدا بالنسبه لنا يعني. انت عارف النشاط اللي بتبقى صعب دي بتبقى محتاج انت فرصه ومحتاج هدف، اعتقد ان احنا كان عندنا هدف صريح يعني بواليا ضربه جزاء برده محمد شريف، اعتقد كانت تدينا افضليه لان الماتشات دي بتخلص بكده يعني، كوره واحده فرصه واحده انت تقدر تستغلها يعني. لكن ما يمنعش برده ان احنا كان عندنا اخطاء خصوصا في الثلث الهجومي، عندنا نتسرع شويه، قرارات مش سليمه في الثلث الاخير خصوصا يعني، راجل اتكلم عليها وان شاء الله نقدر نصلحها الفتره الجايه باذن الله. اتفاجئنا من اداء بيراميدز، كنا متخيلين ان هو ممكن يبقى احسن من كده، ولا شايف الجيم ازاي وتحضيركم كان ليه ازاي يا كابتن سامي مع الكابتن بيتسو موسيماني؟ والله يمكن احنا اتفرجنا على ماتشاتهم كويس جدا، الراجل عنده تصور كويس جدا خصوصا بالدفع محمد شريف من البدايه، استفاد من سرعاته لان انت عارف هم بيلعبوا دفاع متقدم شويه وفي مساحات كتيره في ظهرهم نقدر نستغلها، يمكن هي دي اللي ما حصلتش في الشوط الاولاني يعني. والراجل كان على طول حتى في الخط كان بيتكلم عليها كتير جدا يعني، كان في تسرع جدا في الثلث الاخير، يمكن دي اللي فرقت معنا شويه يعني. لكن رغم كده جالنا فرص واعتقد ان احنا كنا احق ان احنا نكسب يعني، لكن هي دي الكوره ان شاء الله نركز كويس، وبروفه كويسه قبل كاس العالم ان شاء الله نركز فيها وان شاء الله ربنا يوفقنا الفتره الجايه ان شاء الله. زي ما احنا متعودين خلاص المباراه بتنتهي بكل ما فيها بمشاكلها، وعندنا هدف كبير وعندنا مرحله كبيره، وكنا بنتمنى ان احنا نكسب عشان تبقى دفعه معنويه، لكن خلاص لعيبه النادي الاهلي متعوده على هذه الامور. بتشوف كاس العالم ازاي، مشاركتنا ازاي، كنت بسال الكابتن سيد ده وفعنا ازاي، اللعيبه رغبتها ايه، في دماغها ايه، لان بطوله كبيره بقيمه النادي الاهلي حاجه كبيره جدا يا كابتن سيد. بطوله كبيره جدا زي ما انت قلت، بطوله كل العالم بيتفرج عليها
كل العالم متابعها بشكل كبير. يعني احنا بنمثل قارة افكار كاملة بافريقيا، انت بطلها، انت بطل مصر، انت اسم كبير جدا من اكتر الفرق اللي لعبت في كاس العالم، مسؤولية كبيرة علينا، وان شاء الله احنا نبقى قد المسؤولية ديت، واللعيبة نفس القصة تكون على قد المسؤولية وتحقق طموح جمهورهم ومجلس ادارتنا. يعني ان شاء الله نركز كويس فيها. البداية طبعا مهمة جدا يعني، خصوصا مع فرقة كبيرة زي فرقة الدحيل، عندها لعيبة كتيرة مميزة، البطولة في أرضها، أعتقد عندهم برضو لعيبة مميزين جدا، برازيليين ومهدي بن عطية، ممكن احنا نتفرج عليهم ونتفرج عليهم تاني إن شاء الله. اللعيبة نفس القصة، نقدر نستغل إن شاء الله نقاط الضعف بتاعهم، ونقدر إن شاء الله نبدأ بداية كويسة تساعدنا إن شاء الله اللي احنا نروح لمكانة بعيدة إن شاء الله. الاشياء اللي بتزعج اكيد الجهاز الفني هي اصابه عدد من اللاعبين، يعني بنفقد وليد سليمان والنهارده كمان بنفقد محمد هاني، عندنا كوكبه من اللعيبه، لكن العناصر دي بتاثر بشكل كبير. انا عارف ان الجهاز يمكن مجلس الاداره كمان في قرار مميز جدا ان كل اللعيبه هتكون متواجده، لكن اما بيتصاب حد يا كابتن سامي بتاثر بشكل كبير وبتزعج الجهاز الفني يا كابتن. طبعا خصوصا اللي بتبقى في توقيت صعب جدا، يعني انت وليد بعد ما وصل لحاله فنيه عاليه جدا بتفتقده النهارده في بدايه المباراه، محمد هاني برضه نفس القصه بتفتقده، اكرم اول امبارح برضه نفس القصه بتفتقده، فطبعا طبيعي بتاثر يعني، لكن ان شاء الله عندنا ثقه كبيره في كل اللعيبه الموجوده ان شاء الله، وان الفتره دي ان شاء الله ربنا ان شاء الله يسلم اللعيبه ونوصل ان شاء الله كاس العالم واحنا كاملين ان شاء الله باذن الله. كابتن سامي مطلوب ايه من لعيبه النادي الاهلي في هذه البطوله؟ عندنا ثقه كبيره فيك وفي الجهاز الفني بالكامل وفي اللعيبه، مطلوب ايه من اللعيبه؟ رغبتهم عامله ازاي؟ مطلوب ايه الفتره اللي جايه بالنسبه تحديدا في كاس العالم واول المباراه؟ اول حاجه مطلوب اللي هو يفصل طبعا، خصوصا بعد المباراه ديت، يعني ان احنا نفصل، ان احنا نركز كويس جدا الفتره اللي جايه، ان احنا لازم نبقى زي ما انت قلت على قد المسؤوليه اللي على عاتقنا، يعني مسؤوليه كبيره جدا، مش عشان خاطر بس عشان قاره كامله ان شاء الله. هم اعتقد ان شاء الله انهم عندهم احساس بالمسؤوليه ديت، ان شاء الله يحققوا ان شاء الله النتائج ايجابيه، وزي ما انت قلت في الاول والاخر انت بتعمل اللي عليك وتجتهد وتعمل اللي عليك وتاخد بالاسباب كلها، وان شاء الله ربنا يكتب لنا التوفيق ان شاء الله. شكرا شكرا, شكرا. كل الشكر والتقدير طبعا للكابتن سامي قمصان مدرب فريق النادي الاهلي، ومن قبله الكابتن سيد عبد الحفيظ. بنقول هارد لك اكيد يا كابتن ايمن على هذه المباراه، كان عندنا امل كبير ان احنا نحقق 3 نقاط، هتبقى دفعه معنويه كبيره جدا لعيبه النادي الاهلي قبل السفر، لكن خلاص قدر الله ما شاء فعل، عندنا بقى مسؤوليه كبيره وعندنا مهمه كبيره جدا، كاس العالم للانديه، الحلم الكبير اللي كان بيحلم بيه كل جمهور النادي الاهلي، الكل هيساند، الكل هيدعم، عندنا هدف واحد ان شاء الله، ظهورنا بشكل مشرف جدا لفريق النادي الاهلي، وان شاء الله ربنا يكرم اللعيبه، ومش بعيد مش بعيد يا كابتن ايمن بتوفيق ربنا ودعوات كل جمهور النادي الاهلي ان احنا نكسب مباراه الدحيل نبدا تدريجيا، عندنا امل كبير وعندنا رغبه كبيره، وان شاء الله القادم يكون افضل لفريق النادي الاهلي. هارد لك من جديد لكل جمهور النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي، لكن عوده في هذه اللحظات للكابتن ايمن شوقي والاستوديو التحليلي. شكرا جزيلا للزميل العزيز كريم احمد. هنروح لفاصل ونرجع نستقبل خبيرنا التحكيمي كابتن ناصر عباس. بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، وبنرحب بخبيرنا التحكيمي كابتن ناصر عباس. اهلا وسهلا بيك كابتن ناصر، منورنا. تحياتي كابتن ايمن، وتحياتي لجمهورك الكبار كابتن شريف عبد المنعم والكابتن علاء ميهوب والكابتن اسامه عربي والكابتن عادل عبد الرحمن. اهلا بيك كابتن. كابتن ناصر اخرتها ايه بقى؟ يعني احنا عايزين نعرف اخرتها ايه بجد والله. من الاخر يعني من الاخر احنا نعمل ايه مع التحكيم والفار؟ نعمل ايه؟ تمام يا كابتن، عشان يبقى الكلام كمان مقنع يا كابتن ايمن، احنا هنجيب الحالات التحكيميه عشان الكل يشوف الحالات، مش هنقول كلام بس كده من غير الحالات. انا بس عاوز اقول في البدايه ان الخطا التحكيمي احيانا يؤثر في نتيجه المباراه طبعا كابتن ايمن، والحكم اللي مش محظوظ ان الفرقه اللي ليها المخالفه تتعادل او تتغلب طبعا. يعني عاوز النهارده النادي الاهلي النهارده لو فايز، حتى لو كان هناك في مخالفه او في هكل جزاء لم تحتسب، هنا الحكم كمان بيبقى طالع مفيش مشكله، ولكن صح. لما يبقى النهارده خطا تحكيمي واضح داخل الصندوق، وان الاهلي ما بنتكلمش عن النادي الاهلي بس، بنتكلم على اي فرقه، احيانا الخطا التحكيمي بيؤثر في نتيجه المباراه طبعا، مش المباراه بس يا كابتن، نتيجه بالزبط. البطوله بالظبط كده، خاصه لما يكون في فريق يعني على سلم الترتيب بيطمح في ان هو يكون اول الدوري. مش هنقول كلام يا كابتن ايمن، ولكن خلينا نروح لطاقم التحكيم في البدايه مع الحالات، والحالات طبعا بالتحليل هنوصل ل المخالفات، هل تم يعني ارتكاب مخالفه في داخل الصندوق لنادي الاهلي، هنشوف دي كانت هتبقى اول حاله معانا، ولكن خلينا نروح لطاقم التحكيم في البدايه. الكابتن جهاد جريش الحكم الدولي، كان على الخطوط كابتن سمير جمال حكم المساعدين المتميزين من منطقه القاهره دولي، وايضا احمد توفيق حكم دولي من منطقه البحيره،
عندنا كمان كان الحكم الرابع كان عبيد السيد، دولة الحكام في الأنفيلد. عندنا حكام الفار كان طارق مجدي منطقة القاهرة هو الحكم الرئيسي، وكان معاه الحكم مصطفى الشهدي من منطقة الجيزة. دول ما جوش النهارده دول. هنشوف يا كابتن أيمن أول حالة معانا ونشوف ونحلل كده بهدوء عشان بس نوصل للجماهير والمشاهدين هل هناك في مخالفة ولا لا. هرجع تاني. مين خد الكورة؟ ستوب ستوب. كابتن عادل المسافة ما بين الحكم والكرة هنا، الكرة دي رايحه باص داخل الصندوق تقريبا قد ايه؟ 30 ياردة. 30 25 لا لا اكتر من 30 عادي. لا بعد ما وصلت حوالي 40 ياردة مثلا 45 ياردة 40 ياردة 30 35 يعني احنا متفقين يا كابتن عادل. مظبوط. طيب اكتر. هل من المعقول انك انت كحكم كابتن عادل كابتن علاء تاخد القرار وانت عندك المسافة دي كلها وتوصل للتفاصيل الصغيرة للحالة حالة صعبة؟ اعتقد جهاد اللعب عليه صعبة. كويس هنروح للعبة نشوف الأول هل هناك مخالفة ولا لا. تمام يلا نروح يا كابتن كده صح. إذا هنا جهاد جريشة مش موجود خالص. بس عاوز أثبت حاجة، جهاد مش موجود في اللقطة. يلا نروح للقطة الثانية ونشوف. اهي ستوب. اهي عندنا في القانون حاجة واحدة بس يا كابتن علاء، بنقول إيه؟ هل المهاجم نجح في لعب الكرة الأول؟ طبعا. هل المدافع نجح في لعب الكرة الأول؟ لا. طب هل المدافع نجح في لعب الكرة وبعدين حصل احتكاك؟ أنا مش عايز أتوه الدنيا. لا. ولكن لا. الأصل في الأمور إيه؟ إن هنا في مخالفة هنا من المدافع نادي بيراميدز أحمد سامي، هنا لم يصل الكرة، كرة هذه الكرة هنا. وهنا الكرة في حوزة محمد شريف. أنت بتعمل ريسك على نفسك بتلعب الكرة ما نجحش في لعب الكرة وحصلت هنا المخالفة. والعرقله واضحه ما فيش فيها كلام يا كابتن علاء. كويس يا كابتن. فاتت على جهاد جرشه وما شافهاش. على اسمان كمان اللي هنا وفاتت على حامل الرايه. فين دور الفار اللي بره؟ بالظبط يا كابتن، انا قلت في البدايه ايه؟ ان جهاد جرشه من تمركزه وهو جاي من بعيد. بعيد طبعا احنا قلنا دايما يا جهاد او اي حكم لابد يكون عندك التوقع السريع يا كابتن اسامه في لما يكون داخل مهاجم ومدافع، لابد انك تعمل كونتر اتاك، السرعه الانفجاريه عندك، لابد انك انت توصل وتقرب عشان تبحث عن الحالات اللي هي التفاصيل. اقول لو جهاد النهارده وصل ودخل كان ممكن يحسب ركله جزاء كابتن ايمن. حلو. ولكن عندك العوامل المساعده. بالظبط. خلاص مفيش مشكله. بالزبط. نروح للفار. طبعا. طب انا اسال سؤال، هو هنا يعني انا 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 في حاجات بنختلف فيها كابتن علاء وممكن 50 50 هذه حالة ركلة جزاء مش 50 100% 150 100% مفيش فيها 95 5. ما انا بقول لحضرتك اهو يعني دي لو بتتحط للحكام في امتحان فيديو تيست، لو عندي 40 حكم 40 حكم هيدوا العلامة بنالتي. طبعا بنالتي مفيش فيها كلام. انا شايف ان هنا ركلة جزاء 100% لم تحتسب. ليه الفار ما تدخلش لصالح محمد شريف؟ خلاص ليه الفار ما تدخلش؟ اخرس. لا هو موضوع الفار ما تدخلش بقى قصه الفار يا كابتن علاء. اكيد معلش يا كابتن ناصر بعد اذن حضرتك. انا النهارده اكيد معلش اول حاجه هو اكيد عنده اللقطه دي. والله يا كابتن بشكل الفار لا يا كابتن ممكن تكون اللقطه دي ما تاكلوش. معلش يا كابتن ناصر يعني هو لو مش عنده لقطه زي دي يبقى اللقطات اللي عنده. هو كلام علاء صح. تمام. للدليل كمان يا كابتن عايز اقول لك حاجه. اتفضل. في كوره عاديه جدا اللي ايمن اشرف شالها بدماغه طلعها كورنر وقفوا دقيقة ونص. كلم الكابتن جهاد جريشة دقيقة ونص أو دقيقتين. إعادة خمس مرات في كرة عادية جدا. ممتاز. أنا بقول يا كابتن خلينا نمشي يا ريت نجيبها. هو هو أنا السؤال بس يا كابتن ناصر بعدين. اتفضل. هي الكرة دي أهي يا كابتن بصوا النبي أهي أهي بصوا الكرة دي يا كابتن هيوقف ويقول لهم تمام. ده مش عايز يشترك. تمام. في الكوره استنى احنا لحظه بس يا كابتن في سؤال مهم عاوز اقوله لك. احنا هنمشي بس خطوه خطوه يعني انا شايف ان هنا ايمن اشرف نجح في لعب الكوره كابتن مفيش هنا مخالفه خالص. كويس. تمام. طب عاد ليه والفار؟ لابد انك انت في الاولانيه كنت تراجع مع الفار عشان خاطر يعمل لك كونفيرم على قرار. كويس. ولكن انا بقول ايه؟ انا بقول ان هنا يستمر اللعب هنا مفيش مخالفه، انت جبت اللعبه بسرعه، ولكن انا بس هرجع للحاله الاولانيه. ماشي. الحاله الاولانيه يا كابتن نروح للحاله الاولانيه يا كابتن سمير ونشوف ان كابتن جهاد انت بتراجع حاله من الحالات المهمه كان يجب حاله محمد شريف مع احمد سامي كان يجب انا بقول بس هو كابتن جهاد مش كابتن جهاد مش المسؤول عن دي. ايوه علاء يعني كابتن جهاد مش مسؤول عن اللعبه دي على فكره. كابتن الفار يا كابتن هنا ايوه الحاجه احنا الفار ده حاجه مساعده مفيش كلام مفيش كلام يعني دلوقتي عشان بس يعني كل واحد ياخد حقه اللقطه اللي عليها الجدل هي مش جدل هي بنالتي دي مش كابتن جهاد لا طبعا خالص لا يعني لا ممكن التمركز ما حضرتش هيحطها طبعا بعيد شويه لكن هو ايوه الفار هيدخل امتى؟ تمام انا قلت في البدايه كابتن ايمن
كابتن عادل قلنا الحكم يبعد 35 ياردة. كويس. هذه حالة من حالات التفاصيل الصغيرة قوي قوي. تمام. صعب على أي حكم يوصل لها. إجراءاتها إيه يا كابتن؟ أنا إجراءاتها إيه؟ قول لنا عليها. إجراءاتها. اللعب توقف، كان يجب يعمل الحكم مراجعة مع الفار ويأكد على هذه الحالة. هو اللي يقول ولا الفار اللي يقول؟ لابد لا الفار يا كابتن، الفار لابد. يعني الفار اللي يقول؟ الفار يتدخل في إيه؟ هدف او مش هدف. ايوه. ركله جزاء او مش ركله جزاء. هنروح بس هنا طرد. ركله جزاء ولا مش ركله جزاء؟ ركله جزاء. طب انت لازم تتدخل فيها. طب الاربع حاجات اللي البروتوكول بيتكلم فيها كابتن عادل ايه؟ هدف او مش هدف. صح. ركله جزاء او مش ركله جزاء. طرد. الطرد المباشر. الهوايه المفقوده. مظبوط. دي حاله من ضمن الاربع حالات اللي القانون او البروتوكول بيتكلم فيها. طب يا كابتن، هل المساعد هنا مش قريب منها ممكن يرفع؟ كابتن ده انا معايا فار. انا عارف الفار. انا المساعد. احنا قلنا المساعد. كابتن جمال، كابتن جهاد جريشه. ممكن تروح عليه بسرعه اللعبه وشكل الكره طلع كده، فهو ما خدش باله من الاحتكاك ده. سمع. هل اللاينز مان مع الفار يعني صعبه حتى لو مش صعبه؟ بص كابتن اسامه، كده الفار في كره اسامه، في كره النهارده خرجت خرجت اوت. انا بقول ايه سبها. لو النهارده مفيش فار يا كابتن اسامه، طاقم التحكيم في الاون فيلد، سواء الحكم مساعد رقم واحد، مساعد رقم اثنين، الحكم الرابع، الكل بيتعاون في تحقيق العداله اللي هي التحكيميه. انا شايفها قريبه حتى لو الحكم مساعد هنا ممكن. ممكن في الكوميونيكيشن يقول مثلا مش شايف مخالفه، بصرف النظر عندي يمكن حاله صعبه شويه، انما لو حاله يعني لو ما فيش فار والحاله واضحه اسامه المساعد طبعا بتاعه الفار. اسامه هو اعتمد هنا على كابتن جهاد عشان كده ملوش هو يتدخل. لا يا مان كابتن ناصر، ممكن لحضرتك حاجه؟ احنا عاوزين نقول ممكن لحضرتك حاجه ثانيه واحده عادي اتفضل ثانيه ممكن لحضرتك حاجه؟ هو كلها كده على بعض المبدا مرفوض ان هو يرجع للفار والفار يقول ان في بينالتي، الباكج كله كده باللاين مان بالحكم بالفار مرفوض المبدا ان انت تاخد حقك او الفرقه ماليش دعوه بالاهلي. تمام. الفرقه اللي ليها ضربه الجزاء دي مرفوض المبدا بتاعها. اوكي. كلمه صغيره بس يا كابتن ناصر، اقول لك حاجه. اتفضل. انت بتتكلم على ان المفروض مين اللي يندار؟ الفار صح؟ الفار. انا بقول لك الفار معمول مش عشان النادي الاهلي، واسمع مني، في مباراه بيراميدز النهارده مفيش فار للنادي الاهلي، في فار على النادي الاهلي، وهات كل الحالات وراجعها، ولو هات لي حاله النادي الاهلي اتعمل له فار النهارده. تمام كابتن عادل. حصل حاله؟ تمام كابتن عادل. طبعا ما حصلش ولا حاله. بنتكلم بنقول ان هنا كان يجب على الفار التدخل، ودي مفيش فيها هزار، دي حاله ركله جزاء 100%، وكان يجب. حتى انا كحكم كابتن اسامه انا كمان بحس اللعبه، انا اللي بطلب كمان من الفار اقول له من فضلك شيك على اللعبه دي. انا كحكم لو انا ما طلبتش الفار موجود، انت جاي ليه؟ الفار جاي عشان هذه الالعاب اللي هي الايه اللي قد ممكن تؤثر في نتيجه المباراه. هم دول اول مره يقعدوا جوه هنا كابتن. الكابتن طارق مجدي على فكره ده حكم فيديو فار، يعني حكم دولي. حكم من دولي. فكره طارق حكم على فكره طارق كمان حكم في الملعب هايل جدا. حكم كويس. كويس جدا جدا. انا ما اعرفش. ايوه هايل. انا بقول حاجة بس في حاجه غلط. الامر ان الفار النهارده أنا مش معمول للاهلي. ما هو ده ما هو ده معلش حاجه غلط في التقنيه، حاجه غلط. يعني انا شايف ان ما هو ده يشككك. مش ممكن ابدا طارق يشوف اللعبه دي كده وما يجيبش الحكم. يا كابتن ما عندوش فار للاهلي، اسمع مني. طيب. واحنا ليه يا جماعه بنتكلم؟ انا بتكلم كلام صح. تمام. والله ما في فرق للاهلي. هنا كابتن ان هنا حاله من الحالات اللي كان يجب احتساب ركله جزاء للنادي الاهلي لم تحتسب، وقد تؤثر او اثرت في نتيجه المباراه. نتيجه المباراه طلعت اتعادل. طيب. نروح للحاله الثانيه. يلا دي الاوت دي. بتقول الايمان شايفها وما مكلمش. انا عاوز اقول حاجه مهمه جدا جدا، دي بردك حاله بردك عليها علامه استفهام. انا كحكم مساعد حتى ده انت حظك حلو، انت واقف في التمركز اللي بينك وبين خط المرمى يارد، والكره قريبه والكره تعبر خط المرمى بالكامل. هو احنا ليه بنعمل مشاكل نفسنا يا كابتن عادل؟ طب خلي ان الكره دي اقول لك عليها اسامه، خلي ان الكره دي اتعملت اوفر جت جول، راح جت جول عملت مشكله. لا ما الفار بقى لا لا الفار بقى ساعتها هيتكلم، الفار هيتدخل. الفار هيبقى ساعتها. لا لا فين يا جماعه؟ انا بقول ان هنا انا بقول ان هنا ان هنا الكره عبرت بكامل محيطها يا كابتن، بكامل محيطها. ده بشويه كمان يمكن ما فيش كمان جزء منها على الخط يعني. ويمكن بشويه كده زي ما كابتن اسامه قال. كابتن ناصر هو فيه الحكم بيقول اللاين مان ما تديش؟ لا يا فندم، ممكن يبقى في اتفاق قبل المباراه لو في حاجه ما تدينيش او اي حاجه. هو الحكم بيدي تعليمات او بيبقى ليه طلبات مع الحكام. ساعات انا سمعت كده ممكن يقول له انا طالما قريب طالما قريب. بس دي اهم من اهم وظائف الحكم المساعد الكابتن، ان هي كوره تعبر خط المرمى سواء كان بين القائمين او تحت العارضه او تعبر خط المرمى او تعبر
هي دي اهم واجبات الحكم المساعد. دي حاله من الحاجات برضك احنا بنقول ان المساعد احمد توفيق انت حكم متميز يا احمد، لا يجب عليك انك انت تسمح باستمرار اللعب في حاله كانت ممكن تعمل مشكله كابتن علاء لو جت يبقى هيديك البنالتي. يلا خلينا نروح للحاله اللي بعد كده نشوف حاله من الحالات المهمه جدا جدا. ستوب لازم انذار. هروح نشوف جهاد الراجل. الراجل دي الفاول رايح على الجون بتاعه هنا جهاد كابتن هنا برضك مفيش ادفانتج هنا بعيد. ها والحاله هنا قلنا دايما الحكم لابد ان يستشعر كده ان هناك ممكن يحصل فيه احتكاك تهور اهمال، يبقى انا لابد ان انا اقرب اجي هنا هبحث عن التفاصيل هلاقي هنا في الاعاده نشوف هل هنا في بطاقه كابتن ناصر صفرة. سؤال معلش قبل ما حضرتك تتكلم فيها فضل. هو كابتن جهاد جريجا يعني بعافيه بدنيا شويه ولا حاجه ولا بالعكس كابتن جهاد جريجا طيب من افضل او من ضمن افضل حكام على مستوى افريقيا البدني عنده عالي جدا يمكن اهم ما يميز بص حاطط رجله اهم انذار رسمي. حاول بس حاجه يا كابتن ايمن في مناسبه انا مش شرط يكون بدني عندي عالي يا كابتن علاء بس أنا ممكن بدني عالي بس ما عنديش التوقع مظبوط او القراءه صح. ما انا عشان اكون انا مثلا هنتكلم سمير عثمان مثلا أو الحكم التحرك. دولي ما كانش البدني عالي عالي ولكن كانت بص تلاقيه في المكان مظبوط في المكان نتيجه التوقع الجيد للحالات. وسمير كان لعيب كوره قبل كده بيروح في المكان وهو عنده اللياقه البدنيه مش عاليه. جهاد من ضمن الحاجات اللي هي يميز جهاد هو عنده لياقه بدنيه عاليه جدا جدا يمكن واحد من افضل الحكام في افريقيا اللي عندهم لياقه بدنيه. كان نشوف الحاله شد النهارده شكله نشوف الحاله الماشيه نشوف ده انذار رسمي هنشوف صب هرجع تاني كابتن هنا نشوف انتواي و بيكهام ستوب هنا يمكن خففت الوطأه شويه ان في جزء من الكعب القدم على الارض والجزء الثاني ملمس هنا ودي بنتكلم في تهور كابتن كان يجب انذار لاعب النادي بيراميدز للتهور دي حاله من الحالات اللي يمكن عدت جهاد في المباراه. يلا نروح لي اللي بعد كده انت حاجات كتير ودي فش حاجه روح دوره فوق. هو انا بس عاوز اسال حاجه هو جهاد عشان بس نوضح كمان عشان احنا نبقى منصفين نرجع من اللعبه خالص من الاول ونشوف هرجع من الاول خالص اللعب الاول هو عمل اتاحه فرصه في الاول مظبوط عمل اتاحه الفرصه ماشي هنمشي تمام ماشي اوكي هي تمام. فاول مرتين هنا ستوب صح هرجع تاني لا مش قوي كده ماشي دي هقول لك وتقف اقف بس ماشي كمان ماشي ستوب هو هنا جهاد شاف ان في مخالفه للاعب النادي الاهلي ماشي اوكي سمح باستمرار اللعب نروح طيب بعد كده نروح ماشي راح مصفر عشان يرجع للمخالفه الاولى. طيب انا هنا يعني السؤال بس هو انا مش كان ممكن احسب المخالفه من هنا وادي فيها طبعا ولا ايه الموضوع طبعا ده وضع طبيعي بالظبط كده طبعا يعني الصفاره لو ما طلعتش وهنا في مخالفه تمت احسب الفاول كان لابد ان انا احسب المخالفه هنا وادي فيها البطاقه. نمر ونروح للحاله اللي بعد كده نشوف زي ما قلت هو هنا اتاح الفرصه بالنسبه للاعب وهنا نشوف القدم هنا في مستوى الوجه والوجه طبعا منطقه مش محميه وبالتالي انا شايف ان هنا في بطاقه صفر. يلا يدخل بقى على دي شريف يا نهار ابيض ما فيهاش حاجه خالص شريف يوقفها هنشوف هذه الحاله ايضا هذه الحاله من الحالات لما تطلع فوق عايز اشوفها المهمه جدا جدا يا كابتن نركز هو حسبها دايركت ها نركز لا هو حسب ان في مخالفه الدفاع لكن ما رجعش للفار ها لان دخل الجول هي ما لمسهاش والله ايه بص هو ده الشيخ على طول هرجع بس واحده هرجع يا كابتن بس من الزاويه اللي احنا قلنا عليها بعد اذنك بص يا كابتن شريف بص هنرجع بص ايد شريف الاول بص ستوب ماشي نمشي ستوب بس كابتن هنا لاعب بيراميدز المدافع هو مش شايف اللي جاي بس ده معترض بوالي بس انا كلاعب ذكي جدا 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 ذكي هو اعمل سامع على فكره ذكي جدا هتقول لي هو وقف مكانه هقول لك يقف بس فرق ان انا اقف في مكاني ولما اشوف المهاجم جاي وارجع سنه او انا احاول اعطل صح. المهاجم دي بص كمان كتفه يا كابتن دي في البدايه هنا بنشوف هنا في تعطيل للمهاجم المهاجم بيطلع يعمل تكف كابتن اسامه عالي سنه وقوف المدافع للتعطيل ذكي جدا 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 خلي بالك وانا بطلع في الهواء اي لمسه للمهاجم تغير اتجاهه طب ده حقيقي حضراتكم كلكم لعبتوا كره وعارفين هنا هنشوف اول حاجه هنا على الرغم ان في تعطيل هنمشي تاني ونشوف هنشوف يا كابتن
ها ستوب. كابتن بيتكلم على بص والله حارس المرمى طبعا عشان بس ندي مفهوم للناس. احنا قلنا حارس المرمى البعض يقول يا كابتن اسامه ان حارس المرمى ليه حمايه خاصه وليه حاجات كده يعني كلام كتير بيتقال في منطقه الست يارده. بنقول الكلام دوت في حاله واحده بس عندما يكون ممسك بالكره مزبوط. لا يجوز كتفه ولا 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 كلام مزبوط. ولكن عندما يكون هناك تنافس على الكره تنافس على الكره ومش عايز اروح لالعاب ثانيه للنادي الاهلي انا شايف ان هنا في تنافس على الكره بدليل بدليل ان هنا نمشي بقى نمشي باللعبه شويه نمشي باللعبه شويه شفت هنا الكره وقعت والله بص يا كابتن وهنا حتى هنا يمكن شريف حتى لما وقعت الكره حاول ان هو يلعب الكره اذا الدفع دوت كمان ما اثرش على قدره اللاعب ان هو يلعب الكره شايف حالات قد نتفق وقد نختلف ولكن هنا همشي مع الحكم في لعبه العب قبل كده حصلت قبل كده للنادي الاهلي اتحسبت فاول على النادي الاهلي وهدف تم الغائه ايمن اشرف انت معايا يا كابتن صح تم الغائه طيب اوكي هل هذه اللعبه دي زي دي صعبه جدا 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 انا شايف ان هنا في تنافس على الكره كويس وهنا مفيش القفز ولا الدفع ولا 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 كويس. ولا اي حاجه من الحاجات دي كده فين دور الفار هنا بالظبط كده احنا قلنا كابتن هل الكابتن هل الكابتن جهاد صفر بعد الكره ما دخلت ولا صفر الكره في الهواء ده ممتاز جدا يا كابتن احنا بنقول انت قلت حاجه مهمه جدا في حاله الهجوم او بناء الهجوم او يكون في هجمه لابد انك انت لو مساعد بتعمل دليل القرار لو حكم بتعمل دليل القرار لحين انتهاء الهجمه انما لو كان الحكم صفر صفر يا كابتن اسامه تاني معلش قبل الكره ما تيجي جون هو كده قتل اللعبه بالظبط هو ما صفرش والفار ما دخلش لا هو صفر بعديها هو صفر بعدها ما دخلش وانا شايف ان هنا انا من وجهه نظري هنا هدف كان يجب احتسابه للنادي الاهلي شايف ان هنا الالتحام والمنافسه منافسه عادله ده بيكافئ اللعيبه بين المهاجم ده بيكافئ الخصم لا ما حرام بس انا عايز اقول لك حاجه يا كابتن انا عايز اقول لك حاجه معلش بص برده بص برده احنا مظلومين في كره زي دي وضيعت مننا نقطتين والكلام ده حصل اكتر من مره معلش ما احنا بقى احنا بنتكلم لان الكلام ده حصل كتير ولكن حتى بص طريقه اعتراض لعيبه النادي الاهلي لا طبعا هو كان سلوك النادي الاهلي واللعيبه النهارده كلها ملتزمه جدا بالقرارات وما فيش ابدا حد خرج عن السلوك الكابتن ايمن وده سمه لعيبه النادي الاهلي في كتير من المباريات ده لازم كان حد يروح يقول للحكم ارجع للفار بالظبط لازم بالظبط كابتن ما هو الفار هروح للحاله اللي بعد كده خلاص اوكي احنا حسمنا الامور نروح للحاله اللي بعد كده هي طبعا طبقا للقانون ان المهاجم سذاجه لا يجوز ان يسجل هدف بالايد واحنا بنتكلم هنا في حاله من الحالات اللي هي يعني بقول برضك للاعيبتنا لو انت في المنتخب او انت في مباراه مهمه ملوش اي لازمه ابدا ابدا هذه الحاله طبعا طبقا للقانون هنا الانذار صحيح في هذه الحاله طبعا احنا شايفين اللاعب هنا بيلعب الكره بايديه ومتعمد ان هو يلعب الكره في الحارس وهنا الانذار كان انذار صحيح نروح نمر ونروح للحاله اللي بعد كده هنا حصل يعني اعتراض وجري وحاجات كتيره ويمكن جهاد كده كان حاسم جدا جدا ليه كان حاسم يعني هرجع للقطه تاني الاولانيه كابتن ايمن ايوه كده هرجع تاني نشوف هنا الكره اتعملت شيب كده من فوق راحت شوف جهاد ستوب بص جهاد يا كابتن بقى شوف التوقع بقى والحرص بقى هو رايح فين هو بيجري بص ازاي وجاي هنا عشان يشوف التفاصيل بالظبط احنا قلنا دايما هو الحكم كده ما شاء الله يجري عشان يبحث عن التفاصيل هو هنا راح جاري نمشي 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 جه هنا ستوب ستوب جه فين افضل زاويه رؤيه ليه مظبوط هذه المنطقه مظبوط عشان يشوف التفاصيل وبالتالي انا شايف ان هنا ما فيش مخالفه وكان قرار جهاد باستمرار اللعب كان قرار صحيح كويس يا كابتن تمام ماشي على الاهلي دلوقتي يا كابتن احنا في خلال 8 او 9 مباريات كان في ظلم بين واضح على الاقل في 3 مباريات كويس انا كنادي اهلي دلوقتي انا حقي راح اللي جاي انا كنادي اهلي هعمل ايه اخد حقي ازاي شوف كابتن ايمن في البدايه طبعا هو انا بتكلم النهارده هذه المباراه هناك خطا واضح جدا جدا وانا بقول ان هذا الخطا مؤثر يمكن انا بقول لك هذا الكلام وانا يعني صعبان عليا لان يعني مش من غير ما اقول ابدا طاقم التحكيم النهارده بالكامل
في ركله جزاء واضحه جدا جدا للاسف الشديد هم حظهم مش كويس اثرت في نتيجه المباراه كابتن ايمن. كويس. يعني انا بتمنى بس كابتن ان كان هناك في تقنيه جديده، ان كان هناك في تدريب جديد، ان كان هناك في اليه جديده تدي التحكيم الامكانيه في ان هو يدي القرارات الصحيحه. نتمنى بقى الفتره الجايه كان هناك توقف ولا حاجه، لان على حد علمي ان التقنيه اللي موجوده هم طبعا اتحاد الكره الموجود هو مش مقتنع اصلا بيها. هذه التقنيه تنقصها حاجات كتيره جدا جدا. كويس. وبصدد ان هو يتعاقد مع شركه من الشركات الكبيره، واعتقد ان هيبقى في شغل كتير جدا للفار في الفتره اللي جايه كابتن عين. كويس. ولكن احنا بنقول للحكام من فضلكم، يعني انا بقول الكلام ده لجميع حكامي اخواتي، يعني ارجو ان قراراتك لا تؤثر في نتيجه المباراه. النهارده انت حظك وحش ان النادي الاهلي اتعادل، لان هناك ركله جزاء لم تحتسب ما فيش فيها هزار، ولكن النهارده ركله الجزاء او النقطه كابتن ايمن تيجي في الاخر ممكن فرقه بتضيع بطوله وفرقه بتصعد طبعا. فاذا لابد ان احنا نهتم من فضلكم. لجنه الحكام شغاله مع الناس، بتشتغل مع الناس بشكل كويس، بتجيبهم بتحضرهم. طب ايه المطلوب تاني؟ بتجيبك وبتقول لك الاخطاء اهي والتحليل اهو، ومفروض تعمل كذا وتعمل كذا. يعني انا مش هنزل العب في الملعب كحكم كلجنه حكام، ولكن انا دور كبير جدا للحكام يهتموا ويركزوا، وكل واحد يلعب عشان خاطر اولا اسمه في التحكيم. كابتن لما بتعرض هذه الحالات وبيعملوا تقييم لحكم المباراه او الحكام كلهم مع بعض، ما بيجيبولهمش لقطات مثلا طريقه التعامل بره في المباريات العالميه، الفار بيعمل ايه؟ الحكم جوه الملعب بيعمل ايه في حالات زي دي؟ بالظبط. اخر مره حصل لجنه الحكام عملت اجتماع وجابت كل الاحاديث اللي كانت، كمان مش بس الحالات التحكيميه كابتن ايمن، جابت الاحاديث اللي كابتن علي اللي هي مرت ما بين الحكم والفار، يعني ايه اللي اتقال. هم عايزين يوصلوا لوردك نقطه مهمه، يعني هو الفار مفهومه ايه، او حكم الفار مفهومه ايه، والحكم مفهومه ايه، عشان يقدروا ان هم يقربوا كمان، لان الاخطاء هنا والفروق الفرديه بتختلف كتير جدا جدا عن حكم وحكم مساعد او حكم الملعب. حكم الملعب عنده موهبه وتحكيميه وعالي جدا، وحكم الفار قليل شويه. فالنهارده بنقول ايه كمان، في نقطه مهمه بمناسبه كلام كابتن ايمن، لابد ان انا راعي ان انا احط حكم الملعب انفيلد ومع حكم الفار، الاثنين يكونوا قريبين جدا جدا من المستوى التحكيمي ومن الموهبه التحكيميه، وما يكونش في فروق بعيده ما بين الاثنين. ده هيسهل مهمه التحكيم. ولكن برضك في الاخر بنقول احنا مش بنهاجم التحكيم، احنا مع التحكيم وبنسلم لجنه الحكام ومع حكامنا، ولكن بنقول الاخطاء المؤثره دي اكيد بتعمل مشاكل لبعض الفرق. شكرا جزيلا لخبيرنا التحكيمي كابتن ناصر عباس، امتعتنا يا كابتن ناصر كالعاده. شكرا كابتن، شكرك ربنا يخليك. هنروح لفاصل وبعدين نرجع نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار عن مباراه الاهلي وبيراميدز. مرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين وكابتن شريف. قبل ما نروح لبعض المواقف، كانت الافضليه زي ما قلنا النادي الاهلي، وده هيبان في الفرص على المرميين. يمكن احنا كان لينا اربع فرص حقيقيه بجانب الهدف وركله الجزاء، وبيراميدز كان ليهم فرصتين بس، فرصتين صناعه النادي الاهلي بالظبط، صناعه الميز باص بتاعنا. الشناوي حتى كان ليه ميز باص برضو، اتحولت الكره واحنا حصل لينا سرعه لاعبين غطت الكره. الحاله البدنيه لعيبه النادي الاهلي الحقيقه هي الواضحه في النادي. الحاله البدنيه البيراميدز مفيش خالص، صح. ابتدوا في تاني شوط بعاد عن بعض خالص، بعد 10 دقايق مفيش، بيحاولوا يفسدوا كل الهجمات بس بدون ابتكار او بدون رغبه ان هم يعملوا حاله للتصويب او حاله للدخول في منطقه الجزاء الاهلي الا عن اخطاء لعيب النادي الاهلي. وده اللي حزنك يعني كابتن. بعض الحالات يا كابتن، اول كوره لحسين الشحات لو قطع بدري مش من ورا بتاع، من قدامه، اعتقد كان يبقى ليه اسبقيه. لو هو شوف جاي منين، يعني هو لو جه بالعكس بقى من قدام اللاعب يقدر يعملها بوش رجله في الجون على طول. هو عايز ياخدها من ورا وتبقى جاله سهله وتعدي الجون، ولازم يجي من قبله، كان لازم يروح، كان لازم يضع من قبله، صح. دي الكونتر اتاك اللي بيحصل للعيبه كلها في حاله بتاع طريقه سهله. الشوطه دي طبعا اللي احنا فاكرينها، الكره دي لو عملت بند قبل شريف بشويه هتبقى صعبه قوي على شريف. طب نجيبها تاني، دي نجيبها تاني، ممكن نجيبها تاني. حلوه دي شويه، دي مهاره كويسه جدا كويس قوي، ورؤيه عظيمه وثقه بالنفس يعني. بس الطبيعي ان هي ممكن ترد من ايد شريف لو هي قبلها بدري، بس هي رايحه في الحته اللي هو واقف فيها. بص في الحته اللي هو واقف فيها، انما هي لو بدري عملت البند ده. شريف اتعامل معاها كويس،
شريف مين؟ شريف اتعامل مع كوريا كويس قوي. ما راحت له في الحته اللي هو فيها. انا ما علينا، ما هي راحه صعبه يا شريف، يعني هو ليه اتعامل معاه كويس؟ لا حارس زي شريف ده كوره زي دي مش مفروض تخش فيه ولا تعمل منه بند. اوكي هي طيب. حراس المفروض. بص الكره دي بس اثبت هنا، اثبت هنا. لا انا عايزك تثبت هنا دلوقتي. احنا عندنا دلوقتي زياده عدديه، 1 2 3 4 5 على 4. كمل. اختار اصعب واحد كابتن علاء. اهي ماشي كابتن علاء. ما هو زي انا قلت ايمن، في حاجه ان انت تفكيرك انت مشدود. واللي يدلك على كده ان كمان ده واحد من اخطر لعيبه النادي الاهلي اتقانا للتمريرات، علي معلول، استعجال ومشدود. طول ما ذهنك مش صافي انت، كل الموضوع مش موضوع كوره وجري، وموضوع دماغك، مخك هو اللي بيديك الاشارات انك تتحكم صح. ده يديك يعني الحال ان كل اللعيبه مش في حالتها النهارده، مشدودين قوي، عايزين يخلصوا بسرعه، فعلي بيدور على اصعب تمريره. اصعب يعني شيء بيقول لك ان انت دلوقتي في زياده عدديه. يعني علي لو في حالته الطبيعيه عنده اللي بره ده وعنده في نص الملعب قفشه كويس، وعنده تقريبا شريف بيجري. علي لو في طبيعي، لو بهدوءه، لكن في سنه عصبيه. العصبيه ايما تخليك تعمل كل قراراتك غلط. ده علي دور على اصعب حاجه عايز يعملها. تمريره لفه كتير، ابص هو حتى اللي هو مش هو يعني القرار، هو زعلان من نفسه ان هو عدى كويس قوي. كويس وحاول يعمل يعني دايما هي اصل لعيب الكره قرارات. يعني هو قرر كويس قوي ان هو عدي، لكن لازم القرار يبقى اهدى من كده شويه. برضو علي هي دي بس من بدايه. لا بص من الاول خالص. يعني بعد معدي واحد بص ممكن يروح كمان. هقول لك حاجه، بص قطع حلو قوي هنا كويس، عدى احمد فتحي كويس، ادي عدى احمد وكمان معدي نبيل عماد ماشي كويس. هنا لو عارف حالته يا ايمن هيروح زائق لجوه وداخل. ايوه صح. على المساك الثاني اللي هو علي جبر، يبقى علي جبر مين بين النارين، يا اما يقابل علي يا اما يسيب شريف. انها بقول لك انا الموضوع كله قرارات بالظبط، انت مش زينك مش صافي النهارده. الحاله اللي بعدها كابتن اسامه. خلاص ماشي الحاله اللي بعدها كابتن اسامه. دي اتعملت كويس قوي في الجنب اليمين بين اعتقد حمدي وبيكم والشحات. والشحات دلوقتي هو في الموقف، يعني في اربعه في اتجاه الجنب. هو عملها، لا هو عملها بينيه لشريف سريعه قوي. هي دي اللي احنا قلنا كان ممكن يشوط. يعني هو لما نرجع الكره ثاني بعد اذنك من الاول، قفشه لعبها كويس مع بيكم. مع قفشه يعني تمرير ضيق في 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 جنب واحد كويس قوي. الشحات لف وراح على المدافعين، فكر تفكير كويس لانه هو كان ممكن يطلع وقف هنا، كان ممكن يطلع بيكم لقدام وممكن يعمل القطع. كان ممكن يخش على جوه، هو كان ممكن يخش على جوه بس. هو هنا قراره يعني صعب شويه. ليه؟ لان علي جبر متوقع مع اكتر من شريف، يعني كويس. سابق هو عامل، عارف يا اسامه عمل ايه؟ وعمل تمريره تقليديه اللي هو المساك، اللي هو المساك متوقعها. مظبوط، علي جبر كان متوقعها قبل، يعني وهو رايح لما شحات لف بالكوره. بس خلي بالك تحرك شريف فضله مساحه. مظبوط هو كان ممكن بقى يخش لجوه تاني، واما بقى هو يروح على الجول. ما انا بقول له خش جوه تاني. ايوه خش جوه تاني، خش جوه. ما هو علي جبر خلاص متوقع ان هو هيروح يلعبها لشريف، هو كان ممكن يعمل. هو شريف يتحرك صح يا اسامه على فكره. مظبوط يعني هو حتى لو ما خدش الكوره. بالظبط هو شريف لازم يتحرك كده. مظبوط مظبوط كان ممكن يخش لجوه صح، بس طبعا علي جبر كان متوقع وراحت في اتجاهه وقدر يستعمل. وحسين كان واخد القرار، حسين كان واخد قرار. وكان ممكن حتى وهو بيعدي كده كان ممكن يشوف زي اللي هو الاولانيه اللي شطها وشريف مسكها. والتسديده ممكن تروح كويس وممكن تروح يعني في متناول، مش مشكله. ماشي اللي بعدها. ماشي دي بتاع الطاهر بقى. الكره كانت معانا الاستحواذ للنادي الاهلي كويس، وفي مساحه. انت بتتكلم العادل ولا ايه؟ عادل. كويس ماشي. بص لا ما هي من دلوقتي خليك ثابت دلوقتي ماشي. هي الكوره خلي بالك جت لطاهر، اصل الكوره دي لعبتين. نرجعها تاني من البدايه ونشوفها. نرجع تاني نرجع تاني بدايتها اهي. باص عادي في وسط الملعب كويس، والتحرك كويس، والزياده اللي جايه من تحت كويس. تمام هنا التحضير الباص بقى كويس.
اللي هو ال 1 3 اللي بتعمل ماشي يا سمير كامل. هنا المفترض ال 1 تاتش بقى اوكي للي هناك ادي ال 1 3 البعيد. هي عاوزين نقول حاجه في اللعبه دي دايما يا كابتن ايه بس هو عملها كويس. بص بقى الكره دي هترد تعمل ايه؟ خلينا هنا بس الاول. خلينا هنا الاول. اول حاجه انا عايز اقولها لك لا انا عايز اول حاجه اقولها لك ايه ماشي. انا لما اجي اعمل دي تمام في حاجه بتتقال وانت جاي لازم تكون محضر الباص صح. اللي انت هتعمل او محضر انت هتعمل ايه. طاهر كان محضر انه يلعب وان تاتش وبعدين لقى انه هيمسكها مسكها. طب اوكي امسكها. ليه الاندفاع بتاع الثلاثه اللي باقيين ماشي ماشي سمير عشان الهجمه دي كانت خطيره علينا بعديها ماشي ماشي تمام. هنا الاندفاع ليه الناحيه الثانيه ادي 1 2 3 4 5 6 7 لعيبه من النادي الاهلي يتدربوا مضروبين من كام لاعب بيراميدز 1 2 3 4 5 6 7 7 ضد 7 كويس. ادي 3 ضد 3 دي فيها خطوره. بص بقى الكره هترد تتعمل ازاي. هي دي الخطوره. اقول لك ليه بقى عشان في حاجه مهمه عايز اقول لك عليها ودي عاوزين نتكلم مع مدافعين اي مدافع وبالذات السرد باكات. مفيش حاجة في كرة القدم وانت سرد باك انك انت تذيع المباراة او انك تتفرج على المهاجمين بتوعك بيعملوا ايه. صح. دايما نقول ايه خدينا الوقفة بقى نقول ايه دايما بنقول انك انت وانت الكرة بتهاجم انت بتهاجم انت باصص ازاي ادي الوقفة على الناحية الدفاعية. ادي الوقفة دي. أيوة. بس اقف هنا اثبت هنا. بص بقى يا كابتن الناحية دي الناحية اللي هناك في لعيب فاضي. عارف دي ليه؟ لان هم كانوا ده رمضان صبحي فاضي. عارف ليه؟ لانهم ما كانوش مركزين على انهم بيتفرجوا على الكوره. انت عارف اللعيبه عندنا في مصر وفي كل حته يعني بالذات في العالم في الكوره العالم الثالث يقول لك ايه؟ يقول لك انا طول ما انا بيزيع العب باصي شوت في الجون. مش وظيفتك انت وظيفتك وانا بهاجم انت بتدافع ازاي؟ فانا كنت عايز السرد باك في الوقت ده يا كابتن لازم يعمل السرد باك. لازم السرد باك في الوقت ده يبقى واقف ملاحظ الكوره علشان ما تبقاش هجمه مرتده. الهجمه المرتده كانت ممكن تخسرك. عارف بيقول عليها عادل اخطر وضع دفاعي وانت بتهاجم. وانت بتهاجم صح لو انت بتتفرج. ايوه ايوه. لا ما هو عامه لما مدير الفني اتكلم صح على فكره لكن هو دايما لما يجي يحذرك يقول لك اخطر وقت دفاعي ليك انت كمدام وانت بتهاجم لان لحظه استرحاب. صح لحظه اهي دي كمل. دي اتعملت مره واحده لبواليا. كانت لازم تتعملت دي اتعملت وانت بس انا عايز اسال سؤال اسهل. انا عايز اسال سؤال هنا هو ليه ما حطهاش في الجود قلق في القريبه ثقه مظبوط عاوز يضمن. طب انا عاوز اقول لك حاجه نجيبها تاني من الاول معلش نجيبها الاول من الاول تاني يا سمير من لا من اول ما كانت علينا واحنا عملنا الضغط وقطعنا الكوره وبعدين التحرك بعد كده من ورا شويه في القريبه طبعا او شيلها او شيلها من فوق شيلها. الكلام ده لو هو مكرر يا عادل هو مش مكرر يحطها في الجول هو مش عارف يعمل ايه. لا يا سيدي مش مكرر. بص اخر تفكير بيفكر فيه بواليا نحطها في الجول بس زياده الكره علاء هو عشان اهم المباراه اللي فاتت كمان يا اسامه ضيع 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 اهداف كتير ايام ايمن المباريات السابقه فدي عامله له قلق وماتش زي ده مشدود جه هو بص اخر تفكير يا شريف كان بيفكر يحطها في الجول زي الكهرباء في الكره اللي اديها له هو يا كابتن. السؤال يا كابتن هنا ودي حاجه مهمه قوي شوط بقى جامد بقى الفرويد اعدل نفسك قريب اعدل نفسك ودي لازم يعمل شوطه جايه الفرويد لازم يعمل ريسك في اللعب طبعا ضيع ما بيجيبش جول الا ما تعمل مخاطره المخاطره اللي انت تجيب فيها جول وبالذات ان انت رايح على الجون والناحيه الثانيه مقفوله. اللي عمل الباس ده كهربا مش كده؟ مجدي. لا مجدي مجدي اللي مكمل الناحيه الثانيه حتى كهربا اتحرك فيها وحش. كان لازم يقطع كان لازم يقطع على القريب سريع. مظبوط. كان ممكن يفتح لبواليا اللي من العمق جامد بس تمريره حلوه جدا من مجدي قفشه لانه التمرير السريع ده بالذات على عدد مدافعين ناقص كده طبعا هو كان لازم يحطها او يشيلها من فوقيه حتى لو هتضيع بس هو زي ما علاء بيقول هو ما كانش مفكر فيها
لان هو برده الماتشات اللي فاتت الثلاث ماتشات اللي لعبهم ما جابش جون بس فكان قلقان. بس هو بس هقول لك حاجه، بس هو غلط طبعا. لازم الموضوع انتهى وينسى ويضيع وكده، ده ما الهداف لازم يضيع، لكن لازم عنده ثقه في نفسه لان هو لو هيفكر كده اسامه كل فرصه هتجيله ان هو هيبقى فيها 50-50 مش هيحرز اهداف خالص. صحيح صحيح. بس هنا كهربا السؤال لو هاتها تاني يا سمير بعد اذنك عشان اوريك حاجه مهمه قوي. كهربا لو كان عمل الفنت على جوبوس ايوه ماشي تمام تمام، كان كهربا لازم في الوقت ده سبرنت سبرنت اقصى سبرنت وايه وبعدين يروح ويقف ويروح له صح ويرجع له. عارف لو راح له اللي كان حصل كان حطها له حطها جول. هنا كهربا كان نزل له كتر كده ما كانش راح على الجول. كهربا كهربا كان بيتفرج انه يحطها في الجول. ايوه صح. استنى كمان هو انه هو يحطها في الجول ما حدش جاله باله انه هو مش هيحطها في الجول. لا انا روح هو مين اللي بيخلي اللعيب يباصل اللعيب؟ انا اخليك اجبرك انك تباصيلي ان انا اتحرك لك في المكان الفاضي. تعالى كهربا كده تعالى انزل لتحت، لكن بتجري ليه كده ستريت البعيد؟ انزل انزل يا كهربا. هو تفكير عادل البعيد قوي ان هو هيهرب بالعرض. ايوه ايوه الطبيعي ان انا هروح على الجول. بس انت يا كابتن علاء اعمل اللي عليك ماشي. ممكن هو عادل بقول لك ايه هو احساس انا ما بتحرك مين بيديني الاحساس ده؟ اللي معاك كوره اللي معاك كوره بس صح. هو صح. هو وبرده العكس انت وانت بتتحرك ممكن كهربا بيتحرك اللي هو ايه انا هلعب على الكوره الثانيه اللي هو ممكن تخبط في شريف ممكن. بس عايز اقول لك حاجه كابتن علاء اتفضل. لعيب الكوره قرار. ما انا بقول لك انا كفورورد كلها قرارات لازم اطمع شويه على الجول ان انا اجيب جول. بقول لك هو بواليا خلاص الماتش النهارده خلص والكلام ده لازم ينسى ويشيل من دماغه ان انا بضيع طبعًا. اهداف طبعًا. يضيع زي ما هو عايز. أيوة. لكن دايما يحط في دماغه ان هو انا هروح للجول كتير قوي لحد لنا الحاله اللي بعدها كابتن شريف. ده تحركات ماشي. واضحه ومحاوله اختراق الديفنس بتاع بيراميدز اللي هم واضح ان هم انهكوا خلاص يعني واقفين حاله بدنيه مستنيين الضربه جايه منين. دي كره لازم على اليمين تتحط بقى هي دي اللي عملها كهربا للاوفسايد. طاهر يا لهوي ده طاهر راجل هو كمان علي جاب مش عارف طاهر رسمي. بس انا عايز اقول لك حاجه برضو في دي محمد سامي ارجع لنا بالكره تاني ارجع لنا بالكره تاني ونقف بقى لما كره تتلعب قدام ماشي ماشي كمان كمان ما هيلعبها بقى. لا لسه كمل 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 اهي حلو كمل بس هنا اقف بقى اقف هنا بس. بص يا كابتن علاء طاهر واقف احنا زمان ايه طاهر واقف ليه بره كده لحظه بقى احنا زمان لما كان بيبقى فيه موقف زي دوت الراجل اللي رايح ده الراجل اللي رايح ده كان بيطلب الكوره بالظبط يعني كان بيطلب الكوره ويزعق كان بيزعق فاهم فانا حتى لو انا كنت واخد يعني باصص حته تانية وبعدين ده نبهني بزعيقه دي واتكلم انا في ثانيه في اقل من ثانيه كلاعب كوره لعيب كوره نوعيه النادي الاهلي بغير القرار في ثانيه. انت عارف ليه كهربا ما اداهاش لطاهر؟ طاهر ما اتكلمش لان لا وغير انه ما اتكلمش طاهر باعد عن الجول رجعها. بص طاهر ما خدش القرار انه يصير على جول. بس خلي بالك برضو لو لعبها له برضو ليه؟ لان احمد سامي وقع خلي بالك يعني حتى ويس. هو لو لعبها له دلوقتي كده كان كان قطع وراح بيها على الجول. هو سامي ما لحقش يقوم يا كابتن اسامه ما ادالوش الايحاء انه يروح طاهر. بص بص طاهر طاهر المفروض يخش كتري لجوه انت فاهم ما ادالوش دي علشان كلمه ده كمل كمل في كملها ماشي. كملها شويه بس كده بس اهو دلوقتي مين عادل 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 ما اداش لمين ده يا يشوط يا يدي الراجل ده انا عمل اي حاجه ثانيه غير طاهر بره وطاهر ما اتكلمش خرج بره وخرج بره ال 18 دلوقتي ثانيه واحده ايمن ايمن خليك واقف كده ماشي ماشي عادل مظبوط كلامه ان طاهر بره بس خد بالك بص المدافع واقع على ضهره يعني هو لو حط التمريره كده طاهر مساحه للجري كمان مساحه للجري يعني انا بتكلم على الكتر دي كده عشان تلعبها وان تاتش في الجول دي لازم تتلعب مرتين عشان تجيب جول لو اديها لطاهر بالعرض هي ايمن بيتكلم ان ازاي طاهر ما زعق ما بيتكلمش يزعق يقول لان هو دي ده طاهر طاهر مش نوعيه اللعيبه اللي بيزعق ويتكلم هو طاهر ده الكاركتر بتاعه هي شخصيته على فكره طاهر بس في مواقف يا كابتن علاء لازم لا لازم يتعلم الكلام طاهر هي شخصيته كده لو حد غير طاهر في المكان ده كان صرخ عشان كهربا كان هيلعبها
وكان هيبقى المساحه اللي بيتكلم عليها اسامه وعادل ان هو المساحه موجوده مظبوط وسرعه طاهر طبعا يعني سرعه طاهر لو خد لمسه ايوه انا بقول لك ما انا بتكلم على اسامه هنا كابتن اسامه ده 4-1 طب انت عارف يا اسامه مش فاهم انت عارف الطبيعي ايه رجعها تاني قبل ما تيجي ممكن هو يكمل قبل ما تيجي يلعب قبل ما تيجي كهربا رجعها خطوه بس كمان كهربا يروح لا هقول لك بس هقول لكم بس كمان كملها خليها تروح لكهربا كمان كمل يا سمير كمان ماشي. كملها عادي جدا كملها هو انا هنا ما لعبش لمسه واحده لطاهر لا لازم طاهر يتكلم الاثنين لازم طاهر يتكلم اللي انت عارف اللمسه الواحده طاهر هيروح ثلاثه على علي جبر بس مظبوط لانك انت كده موقفت الكوره كمان في اثنين رجعوا لكن هي لو لمسه واحده وعادي بيقول ان طاهر حتى بعيد لكن طاهر لو داس على الكوره ايمن انت لو تخيلتها كده هنا بص صح وهيبقى 3 على 1 لعبت النادي الاهلي هيعملها بره ومن غير ما ومن غير ما يعمل اي حاجه انا مش شايف ممكن هو يروح كمان يا اسامه يا ايمن حتى طبعا علاء كلامه مظبوط 100% لو لمسه واحده حتى بعد ما سندها في برضه بص المدافع اللي وقع على الارض ده مش عقبال ما يقوم كان يكون طاير قطع وراعه بقول لك ايه يا ايمن ده رافض يديله لا مش رافض ما شافوش الشكل ده لا شاط ممكن ولا اداله خدت بالك ممكن ودماغه كانت فين ممكن لا نفسه اتورط ما شافوش عدم تحضير بس على فكره مشافوش. حتى لو ما شافوش هو غلطان طبعا ده انت ده انت اسامه بتقول ده لازم وهي جايه له لا طبعا عدم تحضير عدم ما بيحضرش يعني ايه انا لا مش رافض ان يحضر مش قصدي ان هو الطاهر هو مش واخد مبدا انه هيحضر بص يا شريف هو انا عايز يشوط يا يخترق دخلوا عليه الاثنين انا مقتنع بحاجه النهارده يا كابتن شريف كل الحالات اللي بنجيبها دي اعصاب لو لعبت النادي الاهلي في هدوءهم وترتيبهم العادي جدا كل الحاجات اللي بتتكلم فيها تلاقي بنظام طبيعيه يعني هيخشوا بيها علي معلول بتاعت كهربا كل ده لو ما فيش بس في النهارده لا في شده النهارده مأثر على قراراتك انت في طول 90 دقيقه 25 دقيقه انت كل ثانيه انت قرار جديد سامة اتفضل يا سامة نقل طبيعي ده طبعا دلوقتي اقف يا سمير ده تمركز طبيعي للمدافعين بتوع بيراميدز دي حاله الماتش ادي 5 ورا و4 في النص كلهم ورا الكوره كلهم ورا الكوره حتى انطوي تحت الكوره انطوي وتراوري وراه كلهم النادي الاهلي طبعا في مجموعه داخله في العمق بواليا وكهربا والمجموعه دي وفي فاتحين على الخط زي بيكام وعلي معلول اتلعبت كويسه من حمدي فتحي ورجعت غريبه الكوره دي برضو هي دي الاول اول لمسه الكهرباء اللي بقول لك عليها دي لا بص بقى من الاول ماشي بس انا بالاول بص ترجع لعلي معلول تاني يا سمير بعد اذنك بص لما رجع لعمرو السوليه ليه عمرو السوليه مش كده وراح شايط على طول في الجون في البعيده كان ممكن قرار برضو ماله بعيد يعني كان ممكن هو برضو بص يا اسامه هو ممكن يكون فكر ان كهربا في مكان احسن أيوة او هيبقى مواجه للجول اكتر مظبوط وهو ده اول على فكره ده اول كره للكهربا اول ما نزل خدها بيمين وشد شمال واول كره سوليه في المنطقه دي بالظبط مشيت لكهربا طبعا هو استلم كويس قوي لانه في دونجا كان ضاغط عليه بس طبعا القرار بتاع التسجيل كان بص يا اسامه التسديده كان صعب قوي يعني هو القرار الاولاني مظبوط الثاني لانه دونجا راح قفل عليه على طول لما عمرو سوليه لعب له ماشيها سمير وقرار الشوط مظبوط هو قرار الشوط مظبوط بس تنفيذ ما فيهوش دقه بص يا اسامه الفترات التفوق بتاعتك انت ده بص كام واحد في 18 مزبوط. وبص لعيب بيراميدز زياده لكن هو مش قادر يجريك مزبوط. يعني بص لعيب بيراميدز زياده قوي لكن هو خلاص جه وقت مش قادر يجريك مزبوط. انت هنا كانت حته التفوق بتاعتك كنت محتاج بس هدوء ودقه والتركيز بيقول على عادل والقرار الاخير دايما بس مظبوط طيب. يعني هو كهربا عملها كويس كتفكير انه يستلم باليمين ويسدد بس الدقه ما كانتش يعني الدقه ما كانتش مظبوطه هي حتته دي وبيحطها على طول حلوه طبعا. كمان اللمسه اللي خدها قدامه دي حلوه لكن هي بقى يعني التنفيذ هنا بقى كنا مش محتاجين اكتر من كره واحده زي دي طول الماتش والله جت لنا وكان بفعل فاعل للاسف تم يعني الغائها اقصائنا المهم انه ندخل بقى عادل. على لسه في واحد كمان عادل اخر واحده عادل اخر موقف يعني برضو الوقفه ماشي. الدفاعيه واقفين بيراميدز واقفين علشان حاطين الكره قدامهم وانت برضو بتنقل ماشي شغل شويه تمام
الحركه تمام، الدبل باص كويس قوي. هنا بقى في حاجه مهمه قوي شالها مرتين شلي. يعني لا في حاجه مهمه قوي عاوز اقولها. يعني دائما ليه حتى كره كهربا اللي قبل كده ودي، ليه احنا بنحب نشوط الكره جامد قوي في الجول؟ عشان كده ما بتطلعش بدقه. حتى بتاعت كهربا لما شاتها جامد طلعت فوق، لو حطها بدقه هنا لمسها في الاخر انا عارف، ولكن هنا الدبل باس معمول كويس واللعبه معموله كويس. بس هو ليه وقف مكانه بواليا؟ كان لازم يروح سن، عارف لو كان راح يعني خطوه واحده. عادل بص رد فعل بتاع بواليا انا بقول لك عليه، بص هو مشدود، بس هو لو كان راح خطوه واحده قدام بدري كان لعبها. هو ما لعبهاش، خلي بالك اتغطى عليها. هاتها تاني يا سمير اهو، نبدا الدبل باص حلو قوي، التحرك حلو. ما لعبهاش مستريح، بص كان لازم يجي على القريبه شويه، عارف لو جه على القريبه كده كان بعيد عن الباك شويه. مظبوط يا عادل، بس برضه حتى لما راحت له لو هو موجه صح جون برضه. بس يعني خلي بالك هو كمل يعني حتى في المكان ده لو هو لا احمد اللعيب بتاع بيراميدز احمد سامي قفل عليه شويه، قفل لا اشترك معاه، اشترك عمر جابر اشترك معاه، عارف الاشتراك ده ما خلوش يلعب الكوره بسهوله. انت عارف الكوره كمان جت فين؟ الكوره ما جتش ببطن رجله، الكوره جت في الستارز كمان. لما جت في الستارز نزلت على راحت في المكان ده. بعدين عايز اقول لك حاجه، هو شريف لعب فيها هاندبول. أيوة. يعني كجون كحارس هاندبول وقف عمل ال 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 هي دي والتانية خمسة قبل شريف التانية التانية أصعب رد فعل، لأنه رد فعله جاي سريع. بس هو اللي أنا بتكلم عليه إيه دائما دي يا أسامة، أيوة دي أصعب، دي أصعب، دي أصعب. طيب. لو ما قفلش أيوة عليه كده جون. بس أنا عايز أقول لك حاجة، دي أنا كنت من وجهة نظري إن لما تتعمل الدبل باص أكتر حاجة كانت تخلص الكرة دي إنه يروح لها خطوة لقدام بس. لو أيوة راح خطوه لقدام كان لعبها على طول. طيب ندخل بقى على احصائيات المباراه. بالنسبه للنادي الاهلي 368 تمريره صحيحه من اصل 463. معانا النادي الاهلي نسبه الاستحواذ 51% وبيراميدز 49%. تمريرات الصحيحه النادي الاهلي 368 من 463 و البيراميدز 336 من 423. التصويب على المرمى 8 للنادي الاهلي منهم 2 على المرمى، بيراميدز 3 منهم 1 على المرمى. فرص على المرمى حقيقيه نادي الاهلي 4 بيراميدز 2. فقد الكرات 72 للنادي الاهلي 78 لبيراميدز. وحتى الاحصائيات وارقام المباراه توضح الافضليه للنادي الاهلي. عندك رقم مش حلو هنا اللي هو ميس باص، الله ينور، فقد الكرات 72 بالنسبه لك كتير، هو ده اللي خلاهم شكل كتير. لا هو كتير. ما هي انت بتفقد الكوره بتبقى في حاله دفاعيه، لكن لو جبت اي احصائيه قبل كده ايمن هتلاقي العدد فقد الكرات بتاعتك مش بالشكل ده. ودول لعيبه كويسين صحيح على مستوى يعني. طيب سريعا احنا اتكلمنا سريعا في موضوع التغييرات، فما اظنش ان احنا هنتكلم فيها تاني. يعني التغييرات كلها تقريبا منطقيه، التغييرات منطقيه، بس هو كان التوقيت بتاع يعني بواليا وكهربا ماشي في الدقيقه 66 واحنا قلنا بعد 10 دقائق ربع ساعه من الشوط الثاني ده طبيعي كويس. ديانج نزل مكان طاهر في الدقيقه 85 كان ممكن ديانج ينزل مكان السوليه ونستفاد بمروان محسن او صلاح زي ما عمل الماتش اللي فات باتنين، لان احنا كنا مكثفين قوي في ال 18 كان متفوق وكان ديانج يبقى ممكن بدري شويه ربع ساعه 10 دقائق، لكن هو ممكن يكون في الوقت ده نزل ديانج يبقى مع حمدي والسوليه في اخر خمس دقائق على اساس ان لو ما كسبناش يبقى نحافظ على نص الملعب ما نخسرش، لان برده النهارده مهم جدا ان احنا نكسب وده طبيعه النادي الاهلي. لكن برده حاجه كويسه ان انت ما بتخسرش لانه انت بتلعب على دوري، ما بتلعبش بس عشان تكسب بيراميدز. صح مظبوط. طبعا دلوقتي بقى هندخل على نجوم المباراه. عندنا حمدي فتحي وايمن اشرف. كابتن شريف ايمن اشرف كابتن علاء، هو الاثنين بصراحه بس بالترتيب ايمن اشرف. ايمن اشرف حمدي احبط حاجات كتير قوي بيراميدز. كابتن اسامه ايمن اشرف وعمل زياده معانا ارقامه هو كمان على الشاشه. ده النهارده عمل مباراه ممتازه ما شاء الله. يعني حمدي فتحي كان ممتاز وبالذات الشوط الاولاني، لكن ايمن اشرف طول المباراه وبعدين في مواقف جت في مساحات واحد ضد واحد اكتر من مره مع رمضان صبحي
قدر بذكائه، ومره مع عبد الله سعيد، ومره مواقف جوه ال 18 كانت ممكن هتبقى خطر جدا لو هو ما اتصرفش كويس. غير ان تمريراته مظبوطه. ايوه دي اسامه دي صعبه جدا. هايله دي 3 على 2 يعني ممكن جدا تبقى موقف صعب. طبعا طبعا. فهو قدر يوجه رمضان وقافل برده على انه ما يبصيش لجون انطوي وقطعها بشكل كويس قوي. ما شاء الله. مركز مركز جامد صراحه. هو صحيح. انا وجهه نظري هو فعلا نجم المباراه. نجم المباراه على مجمل ال 90 دقيقه. يبقى ايمن اشرف هو نجم المباراه. اللي جاي بقى احنا نبص على اللي جاي. كابتن عادل، اللي جاي النادي الاهلي هيروح بقى قطر لبطوله كاس العالم للانديه. تمام. ومباراه واحده ان شاء الله باذن الله، مباراه الدحيل لو عديناها على الاقل هنلعب على المركز الثالث والرابع. كويس. انت يمكن كان ليك تجربه او تجربتين قبل كده مع المدير الفني للدحيل القطري. كان ماسك فرقه الجيش، ويمكن لعبته مباراتين وديتين كويس وعارف تفكيره يعني. لكن انا عايز اقول لك نعرف منك التفاصيل يا كابتن عادل، ولكن بعد الفاصل. بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، وكنا بالفصل بنسال الكابتن عادل عن الدحيل القطري. بص يا كابتن، يعني من الفرق اللي هي بقالها يعني واخده 7 دوري في اخر 10 سنين. بس ما كانش اسمها الدحيل. ما كانش، كان اتغير اسمها، كان الاخويه واتغير اسمها. هاي. الحاجه الثانيه المهمه انك انت في 4 عندك حراس ليهم، منهم افضل حارس اللي بيلعب صلاح زكريا. عندك في الدفاع عندك افضل لاعبين يستقطبون من بره. الدحيل ما بيجيبش لعيب الا كلاس ايه. كويس. هو سعره عالي. بس يعني هو عنده مشكله في خط الدفاع يا كابتن عادل. زي المهدي بن عطيه، زي احمد ياسر محمدي، احمد مرالله، ومحمد موسى، ومهدي بن عطيه، وبسام الراوي. من افضل اللعيبه بسام الراوي. نص الملعب عنده لعيبه محترفه زي لويس مارتن، وعند برازيلي، وعنده علي حسن عفيف، ده لعيب عالي قوي، وعلي كريمي ده ايراني لسه جايبينه. هو ده كان ليه قصه غريبه شويه. اول حاجه لعب في دينامو زغرب، وبعدين رجع على ايران، لعب في الاستقلال الايراني شويه، وبعدين رجع على قطر، لعب في القطر القطري. فرقة قطر. ماشي. وبعدين انتقل لسه منتقل قريب. ليه انتقل؟ لما كانوا فكروا في فرجان ساسي، فرقة الدحيل فكر في فرجان ساسي، جه لمشية قال ايه؟ أنا فرقة ما بتلعبش على الاستحواذ. هو عنده، هقول لك، عنده فكرة في لعبه، ما بيلعبش على الاستحواذ. قال لك فرجان ساسي بيلعب على الاستحواذ، لا، أنا عايز واحد زي علي كريمي اللي هو بيلعب اللعب المباشر اللي قدامه، والسرعات والجري والتخبيط. علي كريمي أصلا ديفندر، دفاعي كويس. هي مشكلته في الحتة الدفاعية، ولكن عنده لويس مارتن، وعنده كمان عنده دودو من أفضل من أفضل اللعيبة. عارف دودو البرازيلي جاب 3 جوال امبارح في ماتش الأهلي القطري. لا، دودو عمل إحصائية غريبة مرعبة يعني، لازم نعرفها يعني. يعني دودو لعب 77 مباراة. لا، لعب 154 مباراة وسجل 41 هدف للبرماس البرازيلي. يعني من اللعيبة الكويسة. أو عنده كمان في المعز علي، من هدافين كاس آسيا. طبعا آخر كاس طبعًا. آسيا تلعب المعز علي كان هداف، جايب 9 أهداف وأحسن لاعب في كاس آسيا. عنده أولونجا الكيني، ده لعيب هايل، عمل احصائيه برضو مرعبه. خلي بالك يعني من اللعيبه الكويسه. عمل ايه؟ لعب 66 مباراه، احرز 55 هدف في فين؟ في الدوري الياباني. في الدوري الياباني لسه جاي في يناير. انت عارف ان هو عنده وبيلقبه ايه دايما؟ بيلقبوه بايه؟ بفان بيرسي. هو نفسه بيلقبنا. لكن اخر مباراه لعبوها عندهم اسماعيل محمد وكريم بوديف وخالد محمد وعبد الله الاحرق وعاصم مضابو، دول من اللعيبه اللي هم بيعتمد عليهم. عنده 3 تغييرات ما بيغيرهم الا غيره، اللي هو محمد موسى وعاصم مدوبي ومحمد منتري، وكل دول من لعيبه مهمين جدا. لا بس هو المشكله فيهم الحته الدفاعيه ونص الملعب الدفاعي. ولكن لما هيجي يلعب النادي الاهلي هيلعب النادي الاهلي بشكل اخر. لعب اخر مباراه مع الاهلي هناك مع فرقه الاهلي القطري، عملوا نتيجه كويسه، ولكن لعب بمعظم اللعيبه اللي مش هيلعبوا المباراه، ريح كذا لعيب علشان
يبقى كتاب مقفول للنادي الاهلي. هي فرصتنا معاه في الحته العمق الدفاعي بتاعه وحش قوي، مهدي بن عطيه بطيء شويه صحيح. ولكن بسام الراوي هو اللي مدافع جيد، مدافع قوي، هو اللي بيطلع الكره سليمه من تحت. المهم اللي احنا في الوقت ده تحضيرنا ليهم، لازم موسيماني يتفرج على فيديوهات كتير ليهم لانهم عندهم خطوره كبيره قوي في الحته الهجوميه. كابتن شريف، ايه المطلوب من النادي الاهلي قبل ما يوصل لمباراه الضحيه؟ فيش حاله استشفاء بعد المباراه اللي احنا فيها دي، حاله عندنا دراسه حاله دراسه وافيه جدا للايجابيات وللسلبيات اللي حصلت في ماتش بيراميدز او في الثلاث ماتشات اللي لعبناهم اللي فاتوا. المشاهده، ولو قدرنا نجيب مباريات للدحيل نقدر نقف على ارض ثابته ازاي بنلعب النادي ده. مال عادل يعني لخص كل فرقه الدحيل عن خبره وعن دراسه. هو النادي الاهلي بالمناسبه بكره هيعمل تدريب وبعدين يعمل مسحه ويدخل بعد بكره معسكر لحد الميعاد السفر يوم الجمعه ان شاء الله. معسكر بكره ان شاء الله، معسكر بكره باذن الله لحد كل بكرة. المساحات وكل الظروف متاحه للجهاز الفني نبقى واقف على ارض ثابته في اللاعبين نفسهم. ادينا النهارده خسرنا لعيب بكرايت، انما كسبنا لعيب برضو زي بيكهام النهارده في جوكر في مركز كويس عنده ثقه النهارده. واعتقد كابتن ايمن ان الدحيل لن يكون اقوى من بيراميدز بشكل فارق يعني. بيراميدز فرقه كبيره جدا، ان انت لعبتها النهارده واضح من الشكل انك انت ما فيش اي حد بيوازيك او بينافسك في الملعب الا عن طريق اخطائك، عن طريق الميز باس بتاعك. انما انت لو واخد ثقه وزي ما علاء قال ما فيش حاله ضغط نفسي عليك بتخليك تفقد الكوره او ما تتصرفش كويس قوي في الهجمات اللي بتجيلك، انت محتاج من كل ماتش هجمتين زي ما كانوا بيقولوا لنا زمان، امشي صح مرتين، العب كورتين صح، انت بتبقى لاعب حتى لو احتياطي نادر مركز بتقدر تحدث الفارق بين الفرق وبفردياتك العاليه بالتحضير اللي انت بتتكلم عنه في الثمان ايام اللي جايين دول. فهو ده كل ده اللي مطلوب من النادي الاهلي، ان مطالبين كتير قوي بتغيير الصوره اللي احنا رايحين. اي نعم كل شيء يعني ضدنا، رايحين نلعب على لاعب فريق على ارضه وافتتاحيه كاس عالم انديه، ودايما النادي الاهلي لا يقل عن المركز الثالث في هذا الشكل، انما نلعب كوره على الاقل، تلعب كوره تتمتع، عندك فرصه كبيره قوي انك تلعب في البطوله دي بتمتع بفردياتك العاليه. في حد كلمنا بفردياتك العاليه دي في المباراه دي ان شاء الله بالتركيز، ولكن بالحاله اللي انا عاجبني عليها انا بقول لك في ضغط نفسي. انا عايز ابعد عن الضغط النفسي ده خالص، العب بالكوره بتاعتي. انت لما بتدور الكوره وبتخش بكل اطرافك وبتهجم عندك من اللعيبه اللي هي تقدر تترجم اربعه خمسه لعيبه جامدين جدا على اي حارس بيلعب ضدك، على زي ما قال عادل الاختراق من النص العرضيات. فبتمنى كل ده يحصل في المباراه دي ان شاء الله باذن الله رب العالمين. كابتن علاء، الترتيب المنطقي لاخر ثلاث ماتشات يعتبر تقريبا في تدرج في القوه، يعني لعبنا مع البنك الاهلي، بعد كده المقاولين العرب، وصلنا النهارده لبيراميدز. هل النادي الاهلي قبل ما يروح يلعب الدحيل وصل لافضل مستوياته الفنيه والبدنيه؟ بدنيه لكن فنيه لسه ما وصلش اعلى مستوى ليك، لكن هي ظروف المباريات هنا ايمن، انت برضو في الاخر بتلعب بطوله دوري ومضغوطه والناس كلها بتحاول تشد في او توقع في الباط وعايز ياخد منك اي نقطه زي ما حصل النهارده. وفي اخطاء انت عملتها، ومستر موسيماني دايما بيعالج الاخطاء ودي حاجه كويسه على اساس توصل ان شاء الله على البطوله دي. الى حد كبير اخطائك انت مقللها قوي، ان انت ما بتخسرش عشان انت وحش خالص او انت ما بتخسرش نقاط عشان الفريق اللي قدامك احسن منك خالص، انت احسن من اي فرقه كلها، بس دايما انت بتضيع وقت كتير قوي، مثلا الشوط ضيع منك، اخطاء كتير قوي النهارده في التمرير، ضغط عصبي النهارده غير مبرر. انا مصمم على كلامي ان دي مش لعيبه النادي الاهلي وتصرفاتها، مضغوطين شويه. الوضع مختلف خالص يا ايمن، اللي انا متاكد منه النادي الاهلي هيقدم بطوله عاليه جدا راقيه جدا، ما عندكش ضغوطات. البطوله في قطر لكن بدون جماهير، فانت بتلعب في اجواء بالنسبه لك انت اجواء ممتازه، لعيبتك اعتقد احسن من لعيبه الدحيل مهما كانوا زي ما عادل شرحهم، لكن انت عندك ما شاء الله كم لعيبه في كل خطوط امتياز على المستوى الجماعي، انت اكيد احسن على المستوى الفردي احسن، لكن تلعب في ظروف هاديه وتلعب بطريقتك وتلعب على طبيعتك من غير اي مؤثرات خارجيه. واعتقد عشان كده بقول لك ايمن الامور تبقى احسن بكتير ان شاء الله مع النادي الاهلي في قطر باذن الله. كابتن اسامه، النادي الاهلي جاهز ان شاء الله ان هو يعدي مباراه الدحيل؟ ما فيش شك النادي الاهلي بطل افريقيا، النادي الاهلي اكتر
نادي في الشرق الاوسط واخد بطولات، النادي الاهلي خبرات لعبته كبيره، زي ما انت قلت المباريات الاخيره جت بتدرج كويس جدا. طبعا اهمهم كانت بيراميدز من حيث قوه الخطوط يعني، وبعدين في 8 ايام يعني الحمد صح. لله ان الماتش مش بعد 3 4 ايام ف 8 ايام هيبقى في فرصه لمستر موسيماني ان يعمل استشفاء كويس للعيبه، لانك انت لما بتروح ماتش زي ده ما بتقدرش تعمل تدوير كتير يعني، غصب عنك بطوله مهمه زي ديت نمره واحد يعني. ربنا يحفظ اللعيبه طبعا من الاصابات وموضوع الكورونا كمان، ربنا يعني يسلم كل الناس كل الفرقه طبعا، بس احنا بنتكلم على الشكل الاساسي، فعندهم فرصه ان يعملوا استشفاء كويس، اللعيبه واصله لحاله كويسه، بس في نقط لازم نهتم بيها قوي، منها مثلا اضاعه الفرص الكتير اللي في معظم الماتشات اللي احنا بنخسرها او مش بنخسرها، احنا ما خسرناش الحمد لله لغايه دلوقتي، اللي احنا بنتعادلها او كده او ما بنجيبش فيها سكور كبير، ما فيش فرقه طبعا مش هتضيع ده طبيعي، بس انا اقصد انه عدد الفرص اللي بتتاح للاعيبه النادي الاهلي كبيره وسهله، فلازم يركزوا، لانه في ماتشات زي ديت اللي هو لما نروح على الدحيل وان شاء الله نكسبه ونخش على بايرن ميونخ الفرصه هتبقى سمينه فدي نفسي يعني اللعيبه تركز فيها كويس، لكن انا شايف القايمه بتاعتنا مكتمله. كان نفسي وليد سليمان وان شاء الله محمد هاني كمان يبقى سليم ويلحق، بس طبعا وليد سليمان اعتقد انه هيبقى صعب، محمد هاني كان نفسي، فاتمنى ان الباقيين دولت يفضلوا زي ما هم كده، واحنا قادرين ان احنا نكسب الدحيل حتى لو هو منظم البطوله، لكن زي ما عادل قال هم عندهم بالذات الجزء الامامي فعلا صحيح. خطير اللعيب كويس قوي اللي اسمه مالونجو الكيني ده راس الحربه، جابوه مخصوص عشان البطوله، هو علي كريمي جاب 3 اهداف الماتش اللي فات، طويل بيلعب بدماغه كويس طويل وبيلعب بدماغه كويس فبرضه لازم يعني اكيد الجهاز طبعا هيشوف الفرقه كويس ان شاء الله، نتمنى لهم التوفيق يعني، لكن احنا جاهزين يعني، كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله. وبكده اعزائي المشاهدين بنصل لنهايه الاستوديو التحليلي لمباراه الاهلي وبيراميدز والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون اهداف بفعل فاعل ومع سبق الاصرار والترصد. بنشكر نجومنا الكبار اللي شرفونا النهارده، كابتن شريف عبد المنعم الف شكر كابتن، نورتنا. اشكرك كابتن، اشكرك الف شكر. كابتن اسامه عرابي شرفتنا ونورتنا. شكرا. كابتن علاء ميهوب الف شكر. شكرا لك يا ايمن، وان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي في بطوله العالم للانديه ان شاء الله باذن الله رب العالمين. كابتن عادل عبد الرحمن الف شكر، نورتنا وشرفتنا. شكرا كابتن، نقفل على الدوري مؤقتا عقبال لما نروح كاس العالم للانديه ونرجع ان شاء الله عاملين نتيجه كويسه قوي باذن الله رب العالمين. كل التوفيق للنادي الاهلي في بطوله كاس العالم للانديه، والشكر لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى، واستوديو تحليلي اخر لكم مني اطيب المنى وأرق تحياتي.